بعد مباراة ماراثونية الأهلي يضيف الثلاثية ويسعد كل الأهلاوية بالتغلب على طلائع الجيش بضربات بركلات الترجيحية 3-2. كابتن شريف ألف ألف مبروك. ألف مبروك كابتن أيمن، ألف مبروك كابتن علاء، كابتن أسامة، كابتن هاني. من حقنا نفرح، من حق جماهير النادي الأهلي تفرح الحقيقة. ألف مبروك بثلاثية كبيرة جدا، عقبال الرابعة بإذن الله. هو ده كاس مصر، هو ده الكؤوس، هي دي الماراثونات اللي انت بتتكلم عنها. اتفرجنا على مباراه يمكن ما تحسش انها قويه جدا، باضاعه اهداف كتير، بمجهود كبير قوي من الفريقين الحقيقه، بس حاولوا الاثنين ان هم يحتفظوا بهذه النسخه، ولكن الحظ الاوفر كان للنادي الاهلي. ببارك للنادي الاهلي وهارد لك لطلائع الجيش، هارد لك لجميع الفنيين وجميع اللاعبين وجميع المؤسسة جميعا بتاعت طلائع الجيش الحقيقة. هارد لك، قدمته كاس مصر عظيم يعني. فالمرة الجاية بإذن الله يكون لكم حظ أوفر. نرجع لينا احنا واحتفاليتنا وشكلنا في الملعب وفنيتنا، أكيد هيبقى في كلام كتير إن شاء الله بإذن الله. كابتن علي ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أيمن. قبل ما أبارك طبعا لجماهير النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي كله، بقول طلائع الجيش هارد لك، مباراة ممتازه، مباراه كبيره اديته بشرف حتى وانتم ناقصين عدد. مبروك، واكيد ان شاء الله الاداء طلائع الجيش هيبقى مختلف الموسم القادم. اما النادي الاهلي، اول في الف 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 مبروك طبعا ماجس دارتو، كابتن محمود الخطيب، جماهيره عظيمه، لعيبته، اداريه، كل من ينتمي لهذا النادي العظيم مبروك. بطوله اضافيه زي ما اتكلمنا كلنا في الاستوديو قبل المباراه ان هي مباراه الكؤوس صعبه صعبة، ودايما بيحصل فيها حاجات غريبة مش متوقعة. الماتش هيخلص ما بيخلصش، تعادل، ضربات جزاء، بنضيع، احنا كمان بنضيع، لكن في الاخر الحمد لله رب العالمين. بطولة غالية في صعوبتها ايمن، بتفكرني صحيح. بالبطولة بتاعت 84 بتاعت المصري كانت صعبة برضه، كنا خسرانين وكده. فالف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والمجلس الاداري مرة تانية وكل اللعيبة والجهاز الفني، ويا رب ان شاء الله نبارك في السوبر افريقيا ان شاء الله رب العالمين باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه الف مبروك نادي الاهلي. الله يبارك فيك يا كابتن ايمن. مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب، مبروك للجهاز الفني بقياده موسيم هاني، لكل العاملين في النادي الاهلي، لكل العاملين في القناه هنا. ولكن اولا واخيرا مبروك لجماهيرنا اللي هي كل اللي بيتعمل ده عشان اسعادهم هم يعني. فمبروك لجماهيرنا البطوله 37 في كاس مصر، وهندور بقى على 38 زي ما قلنا لبطوله ابطال الدوري، كنا بندور على التاسعه دلوقتي بندور على العاشره. فمبروك لينا البطوله 37 وان شاء الله نبص لل 38. فجمعنا دلوقتي الثلاث بطولات الكبار، الاثنين اللي في مصر الدوري وكاس، وبطوله ابطال الدوري ان شاء الله عقبال السوبر الدوري والسوبر الافريقي. هارد لك لمنظومه طلائع الجيش كلها، ادوا بشرف. هارد لك للكابتن طارق العشري، يعني ادوا بروح عاليه وروح قتاليه حتى في الوقت اللي لعبوه نص ساعه وهم 10. صحيح ما هاجموش لكن كانوا بيكافحوا في المناطق الدفاعيه. هارد لك ليهم ومبروك لينا تاني ومبروك لكل من ينتمي للنادي الاهلي. كابتن هاني الف مبروك. مبروك كابتن ايمن، مبروك لينا كلنا، ومبروك لكل شخص ينتمي للنادي الاهلي، ومبروك لجماهير النادي الاهلي الكبيره اللي وقفت ورا فرقتها لحد يعني ما خدنا اللي احنا عاوزينه من السيزون الطويل قوي دوت، بقالنا اكتر من سنه وي بنتعب وبنشتغل، التيم الكوره كله شغال، بياخد بطوله، بياخد الثانيه، بياخد الثالثه، هو ده النادي الاهلي، هي دي روح النادي الاهلي. مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه كابتن محمود الخطيب، مبروك لكل العاملين على القناه وعلى كل الادارات اللي موجوده في النادي الاهلي. انا فعلا النهارده انا فخور جدا ان انا موجود في النادي الاهلي، وفخور ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، لان ده شرف لاي حد يبقى موجود في منظومه كبيره زي النادي الاهلي. طبعا عايزين نتكلم برضو على طلائع الجيش. نادي طلائع الجيش طبعا عمل مباراه كبيره جدا، وعمل كان ند قوي للنادي الاهلي، وقدر ان هو يوصل معاه لضربات الترجيح، واداء رجولي من بصراحه منهم. لكن النادي الاهلي زي ما قلنا في أسوأ، مش عايز اقول أسوأ حالاته، لكن النهارده كلنا خلينا نكون واضحين ان النادي الاهلي برضو النهارده طبيعي ان هو يبقى اللعيبه مجهده، طبيعي ان انت اللعيبه ما بتبقاش في حالتها. انت بتتكلم في ثالث بطوله في خلال شهر،
وبتتكلم في موسم كبير جدا جدا جدا، كله ضغوطات وكله مشاكل وكله حاجات كتير. مش عايزين نتكلم على السلبيات، عايزين نفرح النهارده بتاريخ كبير قوي للنادي الاهلي وانجاز كبير للنادي الاهلي بتحقيق الثلاثيه النهارده. واعتقد ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي واللعيبه اللي موجوده دي والجهاز الفني اللي موجود ده يقدر ان شاء الله ان هو يحقق الرباعيه ان شاء الله. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. طبعا الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي معودنا على البطولات، وكلنا فخورين بانتمائنا للنادي الاهلي، وكلنا لسان حالنا بيقول اهلاوي انا والفخر ليا. طبعا كلنا يعني مش عايز اقول لكم احنا فرحانين قد ايه، وظروف الماتش والسيناريو بتاع الماتش يمكن خلانا في الاخر نحس ان احنا قريبين من المكسب، وبعدين المكسب يبعد شويه نحس ان احنا قريبين منه مره تانية، وبعدين في الاخر خالص قلنا بقى ربنا بقى واللي هو عايزه. الحمد لله ربنا اراد ان الاهلي هو اللي يبقى بطل الكاس. كابتن شريف، اللحظات الاخيره كنت عامل فيها ايه انت؟ اللحظات الاخيره زي اي حد من جمهور النادي الاهلي الحقيقه، يعني بنتفرج على ضربات جزاء ضربتين بيروحوا. انا وانت، انت طبعا لعبت بيا زي ما انت عايز، ده هيضيع ده هيجيب ده هيودينا ده هيروح وكل طبعا اللي انت كنت احساسك ايه؟ كله هيضيع ان شاء الله. الحمد لله النادي الاهلي كسب. لا احساسك مع ضربات الجزاء ايه؟ انت ما كنتش قاعد جنبي. لا ما كنتش، ده جنني. لا 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 لا، ده كل شويه يوم يقف ابص الاقي يميني ولا شمالي، جنني. المهم الحمد لله انا كان احساسي ايوه 50-50 يعني 50-50 ضربات الجزاء انت عارف، بس كان عندي يعني ثقه في الشناوي الحمد لله، يعني ان هو صاحب كرامات كبيره وصاحب تركيز وصاحب كل حاجه الحمد لله، راجل محترم وجود عالمي. فكنت ده بيدينا الاسبقيه دايما ان احنا عندنا نجوم الحقيقه بنعتمد عليها في المواقف الصعبه، زي قفشه كده حقيقه عمل في سيمي فاينل هدف عالمي وهدف عالمي في بطوله افريقيا. ففي لعيبه بتبقى موجوده عندك انت بتبقى معتمد على انها بتحقق لك الاسبقيه في كل شيء، انما هو ده كاس مصر اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل ما نقعد، وهي دي ضربات الجزاء. احساسك بقى بضربات الجزاء طبعا الناس عارفه، الناس اللي بيحصل في الناس في البيوت واللي بيحصل في الناس في الملعب واللي بيحصل في كل حاجه، اللعيبه الجهاز الفني احنا معاهم بنفس الاحساس بنفس التصرفات بنفس التحركات بنفس كل كره بتخش بنفس كل كره بتطلع بره، فهو احساس واحد، احساس الكيان نفسه تجمع في كل حاجه الحقيقه. بس انا يعني بستغل الفرصه النجاح ده والبطوله دي زي ما انتم تقدمتوا المجلس الاداره بالتهنئه والعاملين والفنيين والاداريين، احنا عايزين في طفره حصلت يعني لاول مره انا من تاريخ عمري مع النادي الاهلي الحقيقه. بص الفرحه جميله، اعضاء فرحانين ما شاء الله ان شاء الله برضو في السوبر باذن الله. انا حاسس ان في مجهود الحقيقه وقرارات كانت صعبه على اي حد ممكن يكون موجود وياخدها، اللي هو وجود موسيماني بسرعه بعد فايلر، التدعيم اللي بيحصل للنادي الاهلي. فده ما تيجي نروح نسمع الجمهور بيقول ايه يا كابتن شريف وبعدين نرجع نكمل كلام اعضاء النادي. عندنا وقت كتير ان شاء الله، من حقهم النهارده ان احنا نشوفهم ونسمعهم يعني. صحيح. حوده انا مديك لايف دلوقتي على طول يا محمود من الجهاز عندي في زفه كبيره هنا في مدينه نصر شغاله اهي. ماشي مديها لك حبيبي. كابتن علاء
سمعني انت اللي قلت دي ولا قلت ايه؟ كابتن علاء بقول لك ايه؟ كابتن علاء قول لي احساسك ساعة ما جات للنادي الاهلي الفرصتين والفرصتين ضعف ده في الركلات. طب انا اقول لك على احساسي من الاول خالص. والله يعني ربنا العالم. مبدئيا شط كهرباء وبيسخن، انا قلت 1-0 كهرباء والله العظيم. كويس؟ ضربات الجزاء يعني على قد ما 3-1 وضيعنا. انا عارف ان احنا هنكسب ركلات الترجيح. انا عارف ركلات الترجيح، انا عارف ان احنا في الاخر هنكسب. ما كنتش قلقان حتى بعد الضربتين. والله العظيم ما قلقت ثانيه والله بالله خالص. خالص عارف ان في الاخر ان شاء الله ربنا هيكرمنا بالكاس دي. واللي يعني خلاني كده وهادي جدا البعد عن القعده جنبك، لان انت انت بشع في القعده مع اللي اتفرج معاك كارثه. الراجل الخبره ده انت وترته وطلعت عينه. كرامات. يعني عايز اقول يعني كويس دعايات. خلاني اقول كرامات. جبتها منين كرامات؟ لا والله بجد يا محاط ربنا حاجه يعني ربنا يعني. كنت يعني كنت قاعد هادي. انت عارف في الاخر يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا بالبطوله دي. انا وقلنا في الاول ما هي دي مباراه الكاس يا ايمن، مفيش مباراه كاس تطلع سهله. خالص. صحيح. ودي مع في النادي الاهلي بتحصل كتير قوي. بقول لك 84 احنا الكاس ضيع مننا واسوء من كده بقى. وضربات ترجيح ولا حاجه، ده كان دقيقه والحكم هيصفر بالظبط، كانت اخر هجمه يعني. وربنا برده كرمنا ووقت اضافي وكسبنا وكده. فهو يعني الكاس ده مكتوب لك، بس مكتوب بتعب طبعا. وتعب كان جامد قوي النهارده مع نقص العادي حتى، وعشان كده الفرحه كبيره بالظبط. على قد تعبك على قد ما بتفرح فرحه كبيره قوي. أيوة. لكن بقول لهم الف الف مبروك والحمد لله. واللي خلى المباراه النهارده فنيا مش عاليه قوي، جماعه لازم نعرف ان في اجهاد حاصل على لعيبه الاهلي. طبعا 10 ايام على 10 كتير. والمشكله كابتن شريف، كابتن شريف مش حكايه كام ماتش، حجم الماتش كلها بطولات. مزبوط. انت عارف لو مباراه عاديه مفيش مشكله. مزبوط. انما تركيزك مع بطوله غير تركيزك. مزبوط. مع ماتش خالص. صحيح. بطوله في يوم البطوله التاسعه دي ما فيش اهلاوي في العالم مش مركز وبيكلمك ونفسه فيها. فتخيل كل العبء ده، عبء النفس وعبء بدن على اللعيبه. النهارده بقول لهم الف الف مبروك لكم، كل الشكر على المجهود اللي بذلتوه النهارده. كاس تعب وكده، لكن هتفرحوا بيه كويس قوي. وان شاء الله تاخدوا كده كام يوم هدوء بقى شويه لحد ان شاء الله باذن الله البطوله. انت عايز تقول حاجه؟ تاكيدا لكلامك، احنا نفسنا تعبانين بالك بيهم هم. لا اتكلم عن نفسك. انا مش تعبان. تعبان ايمن؟ لا مش تعبان خالص. انت اللي تعبان بس بالاخر. مش انت ده غدار يعني العشاء عليك النهارده بيتزا برضه ولا ايه؟ اسماك محلات يا كابتن بتقفل دلوقتي. بالنيه بالنيه كابتن اسامه، محدش قال لكم تسهروا. انت قاعد جنبي وانت اللي وترتني. انا وترتك والله العظيم. وترتني كابتن اسامه. ما اتحركش من على الكرسي اصلا. انا مش متوتر. اسامه كابتن اسامه هادي الحقيقه. اسامه والله بص انا قلت لكم من قبل. اداني الامل. اداك الامل عشان قاعد على الكرسي وكل هجمه علينا ساكت على طول. انا 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 قلت لك ايه في قبل الماتش؟ قلت لك في اثناء الماتش انا ما عنديش ادنى شك ان النادي الاهلي هيكسب. وحتى انتوا لما كانت طلائع الجيش، فرقه طلائع الجيش بتعمل هجمه او خطوره، او الاهلي اداؤه وحش في فترات من المباريات كتير. بس السيناريو بقى لما دخلنا على وقت اضافي بعدين ولا بعد كده الركلات الترجيحيه. لا الوقت الاضافي برضه ما كنتش قلقان، كنت متاكد خاصه ان هم بيلعبوا 10. لكن لما دخلنا على ضربات الجزاء الترجيحيه خلاص، اصل هي بتبقى 50% 50% توفيق. يعني اثناء الماتش الطبيعي ان احنا اعلى. الطبيعي المفروض ركلات ترجيح لان ما فيهاش جزاء. قصدي ركلات الترجيح بتبقى خلاص 50% 50%. مظبوط. لكن طبعا لما جبنا الثلاث اهداف ورا بعض، المعلول والسوليه وبدر بنون، وهم ضيعوا 2، كان عندنا 4 فرص. ما كانش عندي شك ان حتى انت لما ايمن اشرف ضيع، قلت لكم لا ده لسه في 3 فرص. قفشه قلقني. انا قفشه بقى هو اللي قلقني. وانا كمان يعني بعد اضاعه قفشه. لا كابتن قفشه الاول. لا 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 أفشل أفشل الاخر بتاع بطن العرش. ده توتر خد بالك. ده احنا خدنا الكاس اللي فات. هي دي اللحظه. ده كان متوتر على كده. عارف ان هو متوتر. ده ما كانش طبيعي. يعني هي دي اللحظه الوحيده اللي خفت فيها. يعني انت توترت يا اسامه؟ قلقت؟ قلقت طبعا بعد الضربتين الاخرانيين. بعد ما لا بعد ايمن اشرف و انت كنت قاعد في تكييف جامد. لا بعد ايمن اشرف وقفش ورا بعض ضيعوا. قلقت طبعا يعني بعد كره قفشه قلقت. وبعدين خاصه كمان انه مصطفى جمال جاب بعد ايمن اشرف بعد ايمن وراح مجدي قفشه مضيع. قلت بقى كده شكلها يعني مش عاوزه.
لكن اثناء الماتش ما كنتش قلقان خالص ان احنا مفروض نكسب المباراه من بدري يعني. احنا مفروض ولكن احنا صعبنا المباراه على نفسنا كتير قوي. يعني هنتكلم فيها احنا نفرح وكده، لكن طبعا في كام لعيب كانوا الحاله كانت النهارده مش في الحاله خالص يعني. كابتن هاني احساسك بعد ضربات ترجيح؟ لا لا انا عادي خالص، انا حتى لو شفتني وقلنا ضربات الترجيح بتتلعب ما انا واثق، كلنا واثقين النادي الاهلي هيكسب. هي بس عمليه حتى بعد ما قفشه ضايع ولا كان في قلق؟ لا لا بصراحه كان في قلق لان برضو يعني تضييع الكرات السهله اللي كانت في المباراه دي برضو تقلقك. انت عارف كابتن ايمن، احنا لما ياما احنا بنلعب لما تكون الكره مش ماشيه معاك او مثلا بتروح وبتضيع كتير فبتجيلك احساس ان انت الكره مش عايزه النهارده، مش عايزاك النهارده، عايزه الفرقه الثانيه ان هي تكسب. فانا بالنسبه لي بعد كره قفشه بصراحه قلت لا، هي يعني مش عايزه السنه دي، مش عايزه البطوله دي بصراحه. لكن الحمد لله طبعا جايز توفيق من ربنا، واللعيبه يعني ربنا عارف اللعيبه دي تعبت ازاي، والناس كلها شايفه اللعيبه تعبت ازاي، عشان كده ربنا بيكافئنا يعني بالبطوله دي، وتبقى بطوله تاريخيه للنادي الاهلي يعني. مظبوط مظبوط. كابتن شريف، ايه اللي خلانا نتجر لركلات الترجيح بالرغم من ان طلائع الجيش لعب ب 10 لعيبه تقريبا شوط ثلاث وشوط رابع؟ بس احنا بالرغم من اي حاجه احنا كلنا اتفقنا ان احنا بنلعب فريق يعني محترم. عنده لعيبه محترمه جدا، عنده 6 لعيبه حقيقه قدام لا يقلوا عن اي فريق كبير في اي حته، قدموا كوره كويسه قوي، عندهم طموح ان هم كانوا يحافظوا على هذه النسخه ويكون ليهم اول بطوله في حياتهم. انما انا حاسس زي ما انتوا اتفضلتوا وقلتوا كلكم، الارهاق واضح جدا في تحركات اللعيبه. احنا طالبنا ان تقارب الخطوط تبقى كويسه جدا بين بعض عشان ما يبقاش عندك مشاكل انت، وفي نفس الوقت تقدر تعمل الكونتر اتاك مع الكره لما بتروح لقفشه او اي حاجه ويبقى في تحركات. حاول مروان الحقيقه انه يخلص المباراه في الاول هنا لغايه لما اضاعت الفرص. فهو الرد على السؤال ده، اضاعه الفرص يا ايمن اللي جات لنا السهله اللي احنا كان في مجهود ان احنا نروح على الجول وانفرادات، كانت تقدر تخلص الحكايه خالص. بعد جون قفشه كمان، بعد جون كهربا، كان عندنا كذا فرصه تانية نعزز الهدف وانتهت القصه، انتهت الحكايه، وتقدر بقى تمسك الكوره وتنقل الكوره زي ما انت عايز. وهو لازم انت اللي بيجيب هدف يبقى الجيم التاني الفريق التاني جوه الجيم. أيوة. لغايه انه في اخر الدقيقه 4 في الشوط الاضافي يعني اتعادل معاك بهجمه، لان كل خطوطه بقت قدامك، وده مسموح طبعا ومشروع ان هو عايز يتعادل باي شكل. وانت في نفس الوقت يعني خلاص الحاله بالنسبه لك انت عايز تحافظ على الهدف بس، مفيش تركيز انك انت تبني هجمه تانية وتروح على الجون تاني في كونتر اتاك منظم. ودي اراده ربنا ان تخلي الفاينل ده كمان يحصل فيه الدراما دي. يحصل فيه الشكل ده، فاصبحت البطوله شكلها حلو وليها فرحه كبيره، وليها فرحه كبيره قوي، مع انها خدت بالك كانت المفروض تخلص في الوقت المسموح بيه ليها حوالي 3-4 يعني. طب كويس. بص، بمناسبه ان انت قلت بقى الفرحه، هنرجع لك تاني يا كابتن هاني. ماشي يا كابتن. الفرحه حلوه قوي، وكل الجمهور وكل الاعضاء فرحانين يعني. مش عايز اقول لك، فاكر التاسعه لما جبناها تقريبا نفس الفرحه دلوقتي. الجمهور بتاع النادي الاهلي اتعود انه يكسب كل البطولات، كسب دوري ما شبعش، كسب افريقيا اللي احنا كنا مستنيينها زي ما الكابتن اسامه كان بيقول ما شبعش، داخل على الكاس بيقول لك انا عايز السوبر. تعال بقى نشوف الفرحه ديت في اهلي مدينه نصر مع زميلنا محمد توفيق. مساء الخير يا كابتن ايمن، برحب بيك مره ثانيه من هنا من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، والف مبروك الفوز، مبارك لحضرتك ومبارك لكل نجوم الاستوديو التحليلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان وكل جمهور الاهلي العظيم اللي بيشوفنا دلوقتي. يمكن مباراه عصيبه لكن فرحه طاغيه هنا، يمكن ردود الافعال اكيد وصلتكم في الاستوديو، فرحه عظيمه جدا سواء بالهدف الاول للنادي الاهلي او كمان في متابعه ضربات الجزاء. يمكن مباراه عصيبه على كل الناس اللي بتشوفها هنا، لكن الحمد لله النادي الاهلي زي ما عودنا، الحمد لله الحمد لله الفوز والثلاثيه السنه دي يعني حاجه كبيره جدا وفرحه كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي في مدينه نصر. يمكن يعني حابب اشارك حضرتك وانقل لك ردود افعال هنا من الجماهير. يمكن الف مبروك النهارده، يمكن مباراه عصيبه شويه لكن الحمد لله ربنا كرمنا والفوز في النهايه. الف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي، كانت مباراه قويه جدا ما بين الفرقتين، بس النادي الاهلي عودنا دايما على البطولات، يعني في 3 بطولات في اقل من شهر دي حاجه كويسه جدا للنادي الاهلي. الف مليون مبروك للنادي الاهلي وجماهيره على المكسب والفوز الجميل جدا النهارده. وبشكر كل لعيبه النادي الاهلي، وبشكر الكابتن محمد الشناوي اللي هو يستحق لقب وهذا المباراه. يمكن كانت المباراه صعبه النهارده، لكن هل في فتره من الفترات كده فقدتوا الامل او كان في خوف ان شاء الله ان المباراه تروح؟
لو في حاجه بعد ضربات الجزاء احنا ما بنخافش على الاهلي، وبنشكر كابتن محمود خطيب، وبنشكر اللعيبه اجمع، وبنشكر كل من ساهم في البطوله، وبنطلب من لعيبه السوبر المحلي والسوبر الافريقي. يعني كلمني بقى على المباراه وشعورك وانت بتتفرج، وهل في لحظات اكيد كان فيها قلق، لكن اعتقد ان كلكم ثقه في النادي الاهلي. انا بتفرج على المباراه وعارف ان الاهلي هيفوز ان شاء الله، وبالفعل يعني فرحونا والحمد لله، فرحونا يعني فرحه كبيره بعد كاس الامم الافريقيه. تمام ان شاء الله يعني بالتوفيق وفي القادم احلى ان شاء الله. المباراه كانت عصيبه لكن الحمد لله ربنا كرمنا بالفوز. يعني ان اللي شعورك بقى انت بتتابع ضربات الجزاء؟ لا طبعا حاجه صعبه جدا، وما كناش نتمنى ان الماتش يوصل لكده، بس الحمد لله على كل حاجه. يعني في الاخر البطوله في الاهلي، يعني دي اهم حاجه. يعني كلمني بقى عن شعورك اثناء مشاهده المباراه، وهل كان في شويه قلق في ضربات الجزاء؟ لك الحمد لله كنا كلنا على ثقه ان شاء الله ان الاهلي احنا الحمد لله مبسوطين قوي كما كابتن محمد الشناوي موجود، احنا بنطمن، بس احنا زعلانين شويه من الفريق، عايزين بدل مش الحمد لله النهارده فوز وثلاثيه اعتقد تاريخيه، يعني تقول اللعيبه النهارده وكل جمهور النادي الاهلي اقول لهم الف الف مبروك، وان شاء الله نتقدم بعد كده ان شاء الله. كابتن ايمن، يمكن ده جزء من فرحتنا هنا في مدينه نصر وفرحه جمهور الاهلي واعضاء النادي الاهلي هنا، ان شاء الله مستمرين مع حضرتك، وان شاء الله نقل لك مزيد من الفرحه والاجواء هنا في مدينه نصر. الكلمه ليك كابتن ايمن. موسم صعب جدا، ولكن الحمد لله كانت نهايته مسك. يعني ثلاث بطولات اللي لعبناهم لحد دلوقتي الحمد لله ربنا كرمنا ووفقنا بالمكسب بيهم. كابتن علاء، اظن يعني مش موسم صعب، من اصعب المواسم اللي مرت على النادي الاهلي. من اصعب المواسم اللي مرت على الكره كلها. صحيح طبعا وجود فيروس كورونا قلب برضو الموازين كلها، وموسم طويل جدا وبطولات في وقت قليل قوي. صحيح. والمشكله او مش المشكله ان انت بطوله تكسب بيها، انت ما عندكش انت ما عندكش خيار تاني. دايما الاهلي معود جماهيره من زمان قوي اي بطوله بيدخلها بيلعب على المركز الاول عايز يفوز بيها، ويمكن اكثرهم صعوبه وكان ضغط نفسي عالي جدا التسعة طبعا، لان كانت بقى فترة كبيرة ما اخدناش البطولة، وصلت قبل كده نهايات ما اخدتهاش، فكان كل التركيز انك عايز تفوز بالتسعة. ضغط مش طبيعي، عشان كده النهارده هنتكلم عن المباراة في الاخر بنعذر اللعيبة على اساس الضغط مش طبيعي. ايما الفترة قليلة قوي، فترات زمنية قليلة جدا، الراحة قليلة قوي، انت على طول مضغوط، مش عشان حاجة، انت مضغوط عشان انت مطالب بمكسب، مكسب واداء حلو، مكسب واداء حلو. يعني كتير قوي احنا كنا في الاستوديو بنتكلم على المباريات الدوري حسمتها، في اوقات كنت بتعمل مباريات مش حلوه وانت حاسم الدوري. صح. كنت لا، الناس عايزه مكسب وعايزه اداء، انت عايز تطلع حاجه لا كنت عايز اقول لك بمناسبه الفرحه اللي احنا فيها، تعال نرصد مع بعض فضل. فرحه لعيبه النادي الاهلي مع زميلنا كريم احمد داخل غرفه الملابس. كل التحية ليك كابتن ايمن شوقي وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. نادي الاهلي بالتاكيد استطاع ان يحصل على البطوله الثالثه الثلاثيه كتمت الحمد لله. انا قبل اي كلام بقى حابب اطمن طبعا على واحد من نجوم النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بنتمنى له السلامه، طاهر محمد طاهر الف سلامه عليك. لان انت عارف العين متوقع ان يبقى في حاجه زي كده، لكن صعبه والامر كان صعب جدا عليك، لكن اول مباراه ليك مباراه جيده جدا ببطوله، وده امر كان مهم جدا هتفرق معاك على المستوى الشخصي. الف مبروك لقطر. الله يبارك فيك. طبعا الحمد لله، يعني ما كانش ليا نصيب ان انا اكمل المباراه يعني، بس الحمد لله كهربا نزل وقدر انه يجيب جون، فدي حاجه يعني كويسه. يكون عندك اكتر من لعيب بره على الدكه يكون حل، فهي دي الفرق يعني الفرق البطولات يعني اللي يكون عندها دايما الحلول بره، يعني اللي بره زي جوه. والحمد لله والبطوله يعني مع النادي الاهلي طبعا حاجه كبيره، يعني حاجه هتتحسب لي في التاريخ، يعني اول بطوله. وانا قلت السنه دي ان شاء الله انا حلمي ان انا احقق اكتر بطولات مع النادي الاهلي، وهم الحمد لله يعني السنه دي لحد دلوقتي ثلاث بطولات ولسه في بطولتين كمان، فان شاء الله يعني الاهلي السنه دي ياخد كل البطولات يعني ان شاء الله. الفتره الجايه جمهور مستني منك كتير جدا ومستني من كل لعيبه بشكل كبير جدا، رسالتك ايه لكل جمهور النادي الاهلي اللي بيساند وبيدعم وعنده ثقه كبيره جدا في قطر؟ لا طبعا بقول جمهور النادي الاهلي اول حاجه مبروك طبعا على الثلاث بطولات، وتاني حاجه بقول لهم يعني لسه في كتير ان شاء الله لعيبه يعني على اعلى مستوى، ومعانا مدرب كبير يعني مستر بيتسو، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونقدر نبسط الجماهير ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، فرحه كبيره وفرحه مهمه جدا طبعا مع لعيبه النادي الاهلي، هم دول لعيبه النادي الاهلي مروان، ويمكن كمان هاني، كمان اروح لمروان محسن. قبل مروان طبعا اروح لهاني اخد منه كلمه سريعا، انا عارف ان هاني ما بيحبش يتكلم كتير، سريعا بس كلمه سريعا على البطوله وعلى الاداء ده حابب تقول لك. الحمد لله الف مبروك، وربنا يكرمنا ان شاء الله تبقى كل السنين كده بكل البطولات اللي بندخلها ان شاء الله ناخدها باذن الله. مبروك يا هاني.
مارو كلمه سريعه لكل جمهور النادي الاهلي وكل اللعيبه. الثلاثيه مجهود كبير، الاداء ومش الاداء والتوفيق ومش التوفيق ده بتاع ربنا، الحمد لله قدرنا نحقق الثلاثيه وده مجهود كبير جدا يحسب للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره. حابب تقول يا مروان؟ الحمد لله، بارك لجمهور الاهلي العظيم وبارك للعيبه الرجاله والجهاز الفني ومجلس الاداره. الحمد لله جبنا بطوله الكاس وان شاء الله نركز في اللي جاي باذن الله، ان شاء الله على البطولات كلها اللي جايه باذن الله. والف الف مبروك لجمهور الاهلي واللعيبه كلها. حبيبي بارك فيك. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، فرحه اكيد مهمه جدا وفرحه كبيره جدا لكل لعيبه النادي الاهلي. ناصر ماهر اللي يمكن بالتاكيد طبعا هاخد منه كلمات سريعه. ناصر ماهر واحد من نجوم النادي الاهلي، ناصر ببارك لك. الثلاثيه ده كان مجهود كبير وامر مهم جدا لعيبه النادي الاهلي، يحسب لكل اللعيبه ويحسب للجهاز ويحسب ايضا كمان ليكو. لاخر دقيقه بنحارب وضربات الجزاء فيها توفيق والحمد لله ربنا كرمنا النهارده ناصر. الحمد لله طبعا مبسوطين ان احنا ناخد الكاس بقاله فتره غايب عننا. اللعيبه عملت مجهود كبير والحمد لله. انت عارف ماتشات الكاس ممكن في اي لحظه يحصل حاجه مثلا، ملهاش علاقه انك فريق كبير او صغير، بس الحمد لله ومبسوطين بالبطوله. يعني الناس منتظره منك يا ناصر بشكل كبير الفتره اللي جايه، ومنتظرين كمان من كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه تحققوا بطولات كتيره وتسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. الفتره اللي جايه بتمثلك ايه يا مروان؟ ان شاء الله، يعني ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان هو اي بطوله بيلعب عليها، وده اللي احنا متاسسين عليه. وان شاء الله يعني فاضل السوبر ان شاء الله ناخد الثلاثيه ونبتدي الدوري، ناخد دوري وناخد كاس تاني وناخد بطوله افريقيا تاني، ده هدفنا دايما. الله يبارك فيك. مستمرين معاك يا كابتن ايمن. بدر بنون اول بطوله يمكن بقى بشكل رسمي بيشارك فيها للنادي الاهلي وفرحه كمان كبيره. بدر ضربه جزاء رائعه ومميزه، ادائك كان مميز جدا بالنسبه لاول مباراه. حابب تقول ايه على اول بطوله بالنسبه لك مع النادي الاهلي كاس مصر؟ الحمد لله ده تاني تتويج لي مع النادي الاهلي، بس زي ما قلت الحمد لله اول تتويج رسمي لي. كل الشرف انني نكون ضمن هاد اللاعبين. الحمد لله اللي ادوا منذ اسبوعين مقابلات كبيره، ثلاث مقابلات مستهله، مقابله امام الزمالك في النهائي وبعدين نصف نهائي كاس مصر، واليوم يلعبوا 120 دقيقه. لازم نشكر اللاعبه ونشكر الجهاز الحمد لله على استغلالهم والجديه تبعهم. مبروك على جميع جماهير النادي الاهلي ومبروك رئيس نادي الفريق رئيس النادي، واتمنى ان شاء الله انها ما تكونش اخر بطوله ولازم نختم الموسم ان شاء الله بالالقاب للنفس عليها ان شاء الله. كل ما بسجل مع لعيب منتظرين منكم كتير ومنتظرين منك كمان يا بدر تحديدا كتير. هتشتغل على نفسك ازاي الفتره اللي جايه، والفتره اللي جايه بتمثل لك ايه؟ لان لسه عندنا السوبر الافريقي ولسه عندنا السوبر المصري، الفتره اللي جايه بتمثل لك ايه يا بدر؟ ودي فترة مهمة وفترة في نفس الوقت تبقى فترة صعبة، علشان احنا عارفين كويس اللي ينتظرنا في المستقبل، ولكن الحمد لله دلوقتي في عندنا وقت شوية بين المقابلات، في وقت كافي لناخذ الراحة ان شاء الله، وبعدين نرجع للتدريب علشان نضبط امور السوبر ان شاء الله والتتويج به ان شاء الله، واختتام الموسم ان شاء الله على احسن وجه. شكرا حبيبي. فرحه كبيره اكيد وفرحه مهمه جدا يا كابتن ايمن مع كل لعيبه النادي الاهلي. الثلاثيه ده امر مهم جدا، يمكن النادي الاهلي اشتغل بشكل كبير على بطوله الدوري العام وحققناها، بطوله دوري ابطال افريقيا، وايضا كمان لسه عندنا بطوله كاس مصر خلاص دخلت دقائق وهنبدا نستعد كمان للسوبر افريقيا وايضا كمان السوبر المصري. يا رب ان شاء الله الفتره الجايه يكون كلها احتفالات. مستمرين معاك يا كابتن ايمن ومع كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ولقاءات خاصه وفرحه خاصه مع احتفال النادي الاهلي باللقب رقم 37 لبطوله كاس مصر. عوده ليك يا كابتن ايمن من جديد. تحس يا كابتن علاء ان اللعيبه فرحانه بس تحس بإجهاد يا عيني؟ تعب يعني فرحانه بس تعب، بس مش قادره. يعني انت تخيل انك تعبان مش قادر تفرح. ايوه بالظبط، فاهم؟ هو كل الوجوه اللي جت لا تعبانين مش قادرين يتكلموا، تعبين قوي، مبرمج كده جدا كمان، والضغط العصبي كمان. ما هو انا بقول لك ضغط البطوله وبعدين مبرمج كده جدا، لاعب اكسترا تايم و 120 دقيقه واوقات الراحه قليله قوي ايمن، وخارج بطوله كبيره قوي، يا دوب يوم راحه وفرحت ودخلت معسكر وتدريب وبتكلم في بطوله. الحياه حياه لعيب كوره عامه في الانديه الكبيره او في النادي الاهلي مش سهله، الناس بتخليها سهله وبطولات صحيح. لا فيها تضحيه جامده جدا جدا جدا، اوقات ربنا بيكرمك عشان انت تستاهل. ايوه انك بتضحي بحاجات كتير جدا، لكن واضح ان الفرحه بتعب. مظبوط، اللعيبه حتى مش قادره تتكلم. مظبوط، عايزين يروحوا، عايزين يهدوا شويه، عايزين ياخدوا راحه. صح. وان شاء الله يستعدوا للبطوله القادمه، لكن في الاخر وانت تعبان قوي يا ايمن برضو انت فرحان انك خدت البطوله. مظبوط، دي حاجه طبعا تحسب لعيبه النادي الاهلي وجهازه. الف الف مبروك للمره اللي تستاهلوا فعلا كل البطولات، وان شاء الله دايما الاحسن يا رب. كنت عايز اتكلم عن اللفته اللي عملها طارق العشري يا كابتن اسامه
والممر الشرفي اللي عمله لعيبه النادي الاهلي. ويعني بصراحه كانت حاجه كويسه قوي من طارق العرش، بالرغم من ان ظروف الماتش قربته شويه في الاخر، ولكن الخساره برضه ما اثرتش عليه قوي انه يعمل اللفته دي مع النادي الاهلي. الكلام اللي اتكلمناه قبل الماتش ما يبتدي واثناء الماتش هو ده اللي مخلي طارق وهو طالع، رغم انه الموضوع قرب في ضربات الجزاء، لكنه هو عارف انه بيلعب النادي الاهلي اللي هو بطل افريقيا، اللي هو بطل مصر والعرب، انه اللي هو، فهو برضو كان من اكتر طموحاته نفسه ياخد الكاس، ولكن يعني عارف انه بيلعب بطل القاره. خلي بالك المنظر اللي هو كان النادي الاهلي عامله له الممر وهو طالع وبيضحك والجهاز بتاعه بيضحك، الموقف ده هو ده بقى الفرق بين النادي الاهلي والانديه الاخرى. انت النادي الاهلي الناس ما بتقبلش ان يطلع التاني، ما بتقبلش ان يطلع يا اول يا 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 لا. خلي بالك لو قدر الله لو انت النادي الاهلي هو اللي خسران، رغم ان احنا واخدين دوري العام اللي هو البطوله الاكبر في مصر، واخدين دوري ابطال افريقيا اللي هي البطوله الاكبر في القاره، لو انت خسران النهارده كنت هتلاقي حزن غير طبيعي في وجوه الجهاز بتاع النادي الاهلي، في لعيبه الاهلي. لكن هو بالنسبه للكابتن طارق وجهازه خارجين بيضحكوا، لانه هو في النهايه يعني اقصى طموحه مع النادي الاهلي ان ممكن يحقق المفاجاه، بس مش مستنيها قوي زي النادي الاهلي. وخسر يعني ضربات جزاء. خلي بالك كمل بالظبط. لا هو خسر ضربات جزاء علاء، بس انا اقصد ايه؟ ان حتى احنا لو كنا خسرنا ضربات جزاء كانت هتلاقي حزن غير طبيعي على لعيبه الاهلي وجهازه. انت بص عشان احنا البطل. انت ما تقارنش نفسك بحد، لكن انا بقول لك يعني تكمله لكلامك، هو في الاخر ما خسرش في مباراه، هو في الاخر خسر ضربات جزاء، وده يقول ترجيح ضربات الحظ. طبعا. لكن انت لا، انت الموضوع مختلف يا اسامه خالص. عشان يا جماعه ما هو في الاخر يا اسامه، هو انت النادي الاهلي ليه عشان كل الكلام ده؟ مظبوط. يعني ف طبعا ادى مباراه جيده جدا، انه بيلعب البطل زي ما قلنا، انه يوصل في اخر نص ساعه بيلعب 10، يعني ادوا بشرف واستماته، رغم طبعا الشوط الثالث والرابع، رغم انه النادي الاهلي مش في حالته الجيده، لكن هم ما عملوش خطوره بقى خلاص في الشوط الثالث والرابع، لان هم كانوا بيلعبوا 10. حتى هو طلع عمرو جمال ونزل تغيير الاخير، نزل مصطفى لعيبه مساك مكان احمد علاء اللي اتطرد، فابتدوا يلعبوا 5-3-1. يعني هو كان بيلعب 5-3-2. ايوه. في الاخر لما احنا كنا بنتكلم انه ليه طلع عمرو جمال، هو عايز يحافظ على الشكل الدفاعي اللي هو ابتدى بيه لاخر وقت. ايوه. عشان يوصل لضربات الجزاء، يعني هو بعد الطرد مش في ذهنه قوي انه هيقدر يجيب جون تاني في النادي الاهلي. أيوة. بس هو عايز يحافظ، ولذلك هو راح مطلع عمرو جمال ونزل مساك عشان يلعب بنفس التلاتة في العمق، يبقى الفيل وسطوعي ومصطفى اللي هو نزل مكان. طب تعال نكمل فرحتنا تاني يا كابتن مع مراسلنا شريف شعبان ورصده لفرحة لاعبي النادي الاهلي. دايما ولضيوفك ولكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان، مليون مبروك الفوز بكاس مصر، الفوز رقم 37 او البطوله رقم 37 للنادي الاهلي. الكهرباء، مليون مبروك كهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك يا حبيبي، والحمد لله ان احنا كسبنا الكاس، و كان بالنسبه لي حاجه كبيره، لان انا يمكن خامس كاس مصر ليا في تاريخي، يعني يمكن خدت مع انبي والزمالك، والكاس الخامس مع النادي الاهلي. فبالنسبه لي يعني انا مبسوط جدا وفرحان، وان انا واخد كاس مصر مع النادي الاهلي والدوري وبطوله افريقيا، فثلاث بطولات في اسبوع ولا 10 ايام بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. يعني مفيش احسن من لما كهربا يهدف وكهربا ينزل ورجليه في الكهرباء، ما شاء الله نمسك الخشب، ما شاء الله ما شاء الله. كهربا نزل النهارده قلب المباراه. والله هو كل ال مش عاجبه صلاح محسن. صلاح محسن هحسبها معاك بعدين، بس لما اجي لك. لا والله يمكن جون جه من عند ربنا الحمد لله، بعد اجتهاد اللعيبه كلها، مش كهربا بس، اللعيبه كلها تعبت، وربنا اراد ان هو يكافئني ويكافئ اللعيبه كلها بالجون الحمد لله. بس يمكن حظنا ان احنا جه جون فينا في اخر دقيقه، وربنا كرمنا ضربات الجزاء. يعني ضحكته فيها كهربا ورجليه فيها كهربا، ضحكته ورجليه فيها كهربا حبيبي. مليون مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. كابتن ايمن مكملين معاك في تغطيه خاصه وحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي، اكرم توفيق
في اول مشاركه ليه النهارده بيفوز ببطوله، بطوله الكاس رقم 37 للنادي الاهلي. مليون مبروك يا اكرم، اول مباراه ليك ببطوله على طول. الحمد لله رب العالمين، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي وللعيبه ومجلس الاداره لعيبه رجاله، والحمد لله ربنا كفينا في الاخر وكسبنا الحمد لله. الماتش كان صعب. انا طبعا فرقه الجيش فرقه كبيره وعناصر كويسه، والحمد لله ان احنا كسبنا في الاخر يعني. مليون مبروك، ربنا يخليك. الله يبارك. مكملين معاك يا كابتن ايمن في تغطيه خاصه وحصريه داخل غرف ملابس النادي الاهلي، في تغطيه خاصه لشاشه قناه النادي الاهلي، حمدي فتحي سوبر ستار النادي الاهلي. مليون مبروك، بطوله غاليه جدا النادي الاهلي النهارده. الحمد لله طبعا، يعني البطوله غاليه طبعا، وثالث بطوله في الموسم، وان شاء الله نحقق الخماسيه ونرجع جيل زمان جيل 2005، والحمد لله يعني احنا كلنا يعني قريبين من بعض وكلنا بنحب بعض وكلنا تعبنا الفتره اللي فاتت، وكان احنا النهارده كنا يعني بعاد شويه عشان المجهود اللي عملناه الماتشات اللي فاتت، والنهارده عملنا مجهود كبير، فربنا في الاخر يعني الحمد لله بيكرمنا عشان احنا بنتعب يعني، فالحمد لله يعني. وخامس بطوله ليا في السنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خامس بطوله في سنه ونص اهوت، فبتمنى ان شاء الله نحقق كل البطولات الفتره اللي جايه ونخلي اسم الاهلي فوق تاني باذن الله. حبيبي الله يبارك فيك. مكملين معاك كابتن ايمن علولو، يا قلبك يا علولو، ضرب الجزاء والاروع والاجمل، وبتبدا كمان وحاططها ولا اروع ولا اجمل، في خلصت البطولة أو سهلت البطولة للنادي الأهلي في أول ضربة ترجيحية؟ الحمد لله. إن شاء الله أول حاجة مبروك على النادي الاهلي الكل، الثلاثيه اللي حققناها اثناء بعد تعب كبير من الناس الكل، الحمد لله بثلاثيه تخلينا نحضر ان شاء الله الموسم القادم في اريحيه كبيره. ما زالوا عندنا زوز القاب في موسم 2020، ان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يحقق الخماسيه ان شاء الله، نخدم على ارواحنا، عندنا تو شويه وقت ان شاء الله باش نحضر المقابلات القادمه. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك مجلس الاداره والجهاز الفني واللاعبين الكل على المجهود طيله الموسم كامل، ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله. مليون مبروك حبيبي. مكملين معاك كابتن ايمن، بدر بنون يمكن نجم نجوم النادي الاهلي يمكن ولا اروع ولا اجمل، النهارده بيحرز ضربه كابتن سيد. كابتن سيد مدير الكوره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، وبطوله غاليه، واحلى حاجه في البطولات عمرو السولية بيقول لك المكافآت. أحلى حاجة في البطولات لما بتيجي بصعوبة وبتعب، النهاردة مباراة صعبة جدا، 90 دقيقة صعبة جدا، ولكن هو ده النادي الأهلي، عاوز بطولات دور على النادي الأهلي على طول. الحمد لله طبعا، الحمد لله بطولة مهمة جدا برضو، غايبة عننا بقى لها بتاع أربع سنين، من 2017 ثلاث سنين، يعني خلي بالك ودي ثالث مرة يعني تحقق السولية في تاريخ كله، وده كان مهم جدا الحمد لله 400. طبعا في الأول والآخر برضو كل مباريات الكرة دروس. النهارده برضه درس جديد في عالم كره القدم، الحمد لله على كل شيء، لكن في نفس الوقت برضه هنتعلم منه. ان هنا موسم حلو جدا الحمد لله بشكل كويس قوي، رقميا وعمليا وعلميا وكل حاجه عملناها يعني الحمد لله رب العالمين، لكن اللي جاي هيبقى اصعب، واللي جاي ده لازم تفكر فيه بشكل كويس، ولازم تكون متواضع بشكل كويس قوي 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 وكبير جدا، لان الكره زي الدنيا، في لحظه بتديك وفي لحظه بتاخد منك، فلازم مهم جدا ان انت حبيبي اكتر واحد في ظهري العيش حبيبي، اول واحد على طول في ظهري. توقعت ان الكهرباء يجيب جول النهارده؟ هو طبعا يعني انا محتاجه يركز، لا محتاجه يركز اكتر اكتر من كده كمان، لان هو عنصر فعال جدا يعني مختلف، عنده حاجات مختلفة ممكن يضيفها لنا يعني، مهم قوي ان هو يركز، اللي جاي كله اللعيبة لازم تركز، عندنا مجموعة من البطولات والمنافسات والشراسة ما بين الفرق في المستويات سواء كان محليا او افريقيا في الفترة اللي جاية. مبروك يا كابتن سيد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. مكملين معاك كابتن أيمن في تغطية خاصة وحصرية، الشناوي الشنو نجم نجوم النادي الأهلي، مليون مبروك يا شناوي. حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، الحارس رقم واحد في مصر، بطولة ولا غالية ولا أروع. بطوله رقم 37 للنادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، عاوز بطولات دور على النادي الاهلي. الحمد لله الحمد لله. لعيبه النهارده كانوا رجاله، وبارك لهم بقول لهم انتوا الف مبروك على المباراه. المباراه كانت صعبه واحنا عارفين انها كانت صعبه، ان الجيش عنده عناصر كويسه وعملوا مباراه كويسه جدا، وهم كان في المسابقه مطلعين فرق كبيره زي بيراميدز وزي الزمالك، طبعا كان عاملين مشاكل كويسه، واحنا عارفين ان هم النهارده بالنسبه لهم حلم كبير ان هم ياخدوا بطوله زي دي زينا بالظبط. بالنسبه لهم برضو خد التيشيرت بتاعك الشناوي، ينفع كده؟ ليه تيشيرت بس الاول اقول لك شيرت ايه عشان قال لك هتكسبوا النهارده ولا لا؟ عشان كنا بس مسافرين، كان بيلعب معايا لعبه كده كسب غلب الشناوي. انا برضو عايز اقول لعلي لطفي، هو برضو كان هو اللي بيقول لي على ضربات الجزاء، وقعد يشاور لي من بره على طول ببص له. طبعا بشكره، طبعا بشكر اللعيبه كلها، بقول اللعيبه بتاعه الجيش هارد لك، كان عامل ماتش كبير النهارده، و
الحمد لله على البطوله الثالثه في الموسم ده، وان شاء الله نفكر في البطوله اللي بعديها. بس عندنا دوري الاول نركز فيه، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن. ومبروك للجمهور الاهلي، ومبروك للجهاز، ومبروك للاداره، ومبروك للاعيبه دي كانوا رجاله النهارده. مبروك يا شناوي. الف الف مبروك. مستمرين معاك كابتن ايمن. يمكن علي لطفي جيري النهارده على غرفه الملابس قبل ضربات الجزاء او ضربات الترجيحيه. علي لطفي الشناوي بيقول لك كنت بتشاور له على طول يروح يمين ولا يروح شمال، وما شاء الله صد النهارده كذا كوره. كنت مذاكر فريق طلاع الجيش كويس. انا شفتك في اوضه اللبس قبل ضربات الترجيحيه، رحت جريت على طول في الاكسراتايم وكتبت ورقه عشان انت شكلك كنت مذاكر طلاع الجيش كويس. كنت الحمد لله طبعا بحمد ربنا، التوفيق اولا من عند ربنا، فبحمد ربنا اولا والحمد لله. لا لا ما نقولش حاجه خلاص. لا الحمد لله دخلت يعني لقيت الموضوع رايح على التعادل ورايح على البلينات، فقلت دخلت جوه مسكت تليفوني. فكان في فيديوهات كنت انا منزلها من الفريق طلع الجيش والماتشات اللي فاتت. فالحمد لله يعني ربنا وفقنا، ومبروك طبعا لجميع النادي الاهلي. والحمد لله الموسم ده يعتبر من اجمل المواسم اللي انا قضيتها في النادي الاهلي. الحمد لله حققنا الثلاثيه، وان شاء الله هنفرح النهارده بكتير بكره، وان شاء الله نقفل خلاص موضوع الكاس ونبدا في كاس السوبر ان شاء الله. حبيبي كهربا. كهربا عامل قلق في الاول. لا كهربا ملوش حل. فالحمد لله طبعا بحمد ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. مبروك عليك. مصطفى شوبير الحارس الصاعد بسرعه الصاروخ نمسك الخشب. مصطفى ما شاء الله البطولات في رجليك ايه وفي ايدك كمان. بطوله جديده اهو ربنا ماسك الخشب اهو. ربنا دي ما نعمه. بطولات كتير عاوز دور على البطولات. شوف النادي الاهلي فين هتلاقي البطولات معاه على طول. طبعا طبعا الحمد لله الحمد لله ده فضل ونعمه من عند ربنا. ربنا كرمنا النهارده الحمد لله. ودخلولي برضه تعب معانا النهارده اهو قاعد عمال يحتفل يرقص ورا. لا والله الحمد لله تعبنا لعيبه رجاله. وان انت تبقى خارج من ماتش زي ماتش الزمالك في ماتش الاتحاد في البطوشه دي وتلعب 120 دقيقه بنفس الروح دي وبنفس الاداء ده وتجيب وتضيع ويبقى عندك فرصه انت تكسب طبعا الحمد لله وتوفيق من عند ربنا. وبشكر طبعا اللعيبه رجاله والجهاز الفني. احنا تعبنا قوي والله الحمد لله. مليون مبروك. الله يبارك فيك يا شريف. مكملين معاك كابتن ايمن في تغطيه خاصه حصريه مروان نجم نجوم النادي الاهلي. يمكن بنبارك لك على الفوز بالبطوله مروان، وبنقول لك الاجوان جايه ما تقلقش لسه كتير قوي. والشيخ او الشناوي بيقول لك اهو يعني ما لسه جاي اللي جاي كتير، وباذن الله هتهدف وهتهدف. ده هدف منتخب مصر وربنا يكرمك في اللي جاي باذن الله. والاجوان في الاول وفي الاخر ده رزق من عند ربنا. وباذن الله النهارده انت عملت ماتش كويس جدا، وباذن الله القادم يكون احسن ليك باذن الله. الحمد لله. لا طبعا زي ما تقول التوفيق وعدنا في الحمد لله. الواحد بيركز الحمد لله. النهارده كسبنا الحمد لله بطوله برده بطوله كاس بطوله جبناها لجمهور النادي الاهلي الحمد لله. واللعيبه كلها كانت رجاله، وبشكر الجهاز الفني واللعيبه ومجلس الاداره طبعا على طول في ظهرنا. التوفيق ده مع التوفيق ده طبعا الواحد بيعمل عليه، والتوفيق بتاع ربنا. بس الحمد لله الواحد بيجتهد ودايما دايس في التمرين، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله. باذن الله. مليون مبروك يا مروان. حبيبي الله يبارك فيك. مكملين معاك كابتن ايمن. يمكن محمد شريف الوافد لسه بسم الله الرحمن الرحيم وبطوله على طول اهو. الاول الحمد لله على السلامه من الكورونا، وما شاء الله اول مباراه ببطوله يعني وش الـ 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 العروسه حلو عليك، واول بطوله ليك اهو مع النادي الاهلي. يلا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مبروك لجمهور النادي العظيم، مبروك للعيبه، ومبروك للناس كلها. البطوله مهمه غايبه بقى لها سنتين ثلاثه. طبعا مبسوطين جدا ان احنا خدنا البطوله دي. طبعا ما تقلش بطوله عن اي بطوله ثانيه. انت بتحقق الثلاثيه النهارده فالحمد لله، وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله الفتره اللي جايه. عاوزين بقى السوبر الافريقي وعاوزين السوبر المحلي. جمهور الاهلي عاوز كل البطولات ان شاء الله. احنا بناخد مرحله. احنا النهارده خلاص خلصنا الكاس، هنفرح النهارده. بكره نبتدي نفكر بقى في البطولات اللي جايه ان شاء الله. يمكن السوبر ممكن يترحل شويه، فاحنا نركز على ماتشات الدوري اللي هتتلعب في الفتره الاولانيه دي، وان شاء الله باذن الله نقدر نحسم الدوري برده زي كل سنه بدري ان شاء الله. مليون مبروك. الله يخليك. ووش العروسه حلو عليه زي الفل. مليون مبروك. هو عايز منك ايه؟ كابتن اسامه. كابتن اسامه كنت بتكمل كلامك على موضوع الكابتن طارق العشري والماتش بالنسبه له. هو بيقول يعني ايه، وانت كنت بتقول ان هو برده يكفي فخرا ان هو وصل لنهائي كاس مصر ووصل لحد ركلات ترجيحيه مع النادي الاهلي. يعني انا عشان بس برضو الناس الكلام يستكمل يعني عشان فتره الفرحه اللي كنا جايبينها على الشاشه. يعني طبعا مبروك للعيبه ان كلهم فرحانين، لكن زي ما قلنا لو كان يمكن النهائي مثلا كاس مع الزمالك مثلا كنت هتلاقي الفرحه اكبر. الحاجة التانية احنا قلنا طارق مبسوط وهو طالع، لان زي ما قلت لك عمل اقصى حاجة عنده. لو الموقف كان مختلف، لو النادي الاهلي هو في الموقف ده كنت هتلاقي حزن جامد جدا.
لانك انت البطل، انت الطبيعي انك تكسب. الضغوط اللي كانت على لعيبه النادي الاهلي وجهازه انه لازم يكسب غير الضغوط اللي كانت على فرقه طلائع الجيش، شرف ليها ان هي وصلت للمرحله دي. فطبيعي ان كابتن طارق اكيد كان يتمنى ان ياخد الكاس، ولكن في النهايه هو خسر مع النادي الاهلي اللي هو بطل افريقيا. ادي النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها. يعني لو عايز حابب تسال في حاجه تانية نسال، ولكن لسه مكملين مع حضراتكم، هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. وبنرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، وما زالت الافراح مستمره. هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاء مع مستر موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. مستمرين معاك من جديد يا كابتن ايمن شوقي، وكل التحيه ليك طبعا وكل جمهور النادي الاهلي. اكيد طبعا مستر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي، وايضا كمان الدكتور عمرو محب، ببارك له طبعا يا دكتور عمرو، مجهود كبير جدا. تحقيق الثلاثيه ده امر مهم جدا لكل جمهور النادي الاهلي. بنشوف مستر بيتسو الحقيقه في التدريبات بيشتغل بشكل رائع جدا ومميز جدا، الجانب النفسي مهم جدا بالنسبه له. حابب يقول ايه على بطوله الكاس والثلاثيه بشكل عام اللي دخلت دولاب بطولات النادي الاهلي؟ Yeah, first I must thank the president Captain Bibo and his board. I must thank the players, they are the ones who are playing, we are only guiding them. I must thank my technical staff. I must thank the supporters, everybody who's been around the Ali team. There's up till to the person who cuts the grass. It's very important for us to win, but it's also important to send a statement about on Ali. I think Ali deserves what they get, and yeah, we are happy, we are proud, and with a little bit of luck from God also. بيقول اول حاجه طبعا بشكر كابتن خطيب اداني الفرصه دي واعضاء مجلس الاداره، بيشكر لعيبه النادي الاهلي اللاعبين اللي هم نفذوا الفكر، اللي هو من غير تنفيذهم في الملعب ما كانش هيحصل يحقق الانجاز اللي حصل. بيشكر اعضاء الجهاز الفني، بيشكر كل الجماهير وكل اللي ساعدوا في الفريق، حتى اللي بيقص النجيله بتاعه الملعب بيحيي كل الناس المحيطين بالنادي عشان يحقق الانجاز ده. واعتقد حاجه زي كده كانت مفروض مهمه. طب بيشكر مراته، ما انساش عشان يعرف يروح النهارده. بيقول ده حاجه كانت مهمه للنادي الاهلي انه يحقق حاجه زي كده، حاجه طبعا ده تاريخ، احنا فخورين عملنا تاريخ، بس احنا الاهلي يستحق ان يحقق الانجاز ده، يحقق الثلاث القاب اللي حققه. نقطه مهمه جدا يا دكتور عمرو هو تجديد الدوافع عند لعيبه النادي الاهلي، وده دور كبير بيقوم بيه بيتسو موسيماني المدير الفني، لان الرغبه ما بتكون موجوده بيبقى بيفرق بشكل كبير جدا مع لعيبه النادي الاهلي. Yeah, it's not only a motivation, also the mentality. You know, I've been helped by Captain Shenawy. He puts the team together also. I can't just take the credit. Everybody, including Amr, passing the right messages and at difficult times, you know. So we are happy. It's not about motivation only. It's more than that. It's the technique, it's the way we play, it's the mentality, it's the culture of Ali, bringing back the culture of Ali, telling the players that we can do it. We can bring that culture of Wael Goma, the Abu Trikas, and them. We can do that. So one trophy at a time. Unfortunately, we're still facing other two trophies. And I think the mind is right, the mentality is right, and the spirit is right. And God loves us. بيقول مش بس الدوافع، الحته الذهنيه مهمه والاستعداد الذهني. كابتن شناوي ساعده في الموضوع ده، وكان بيستخدمني انا، بحاول اوصل الرساله بتاعته للاعبين ان يكونوا جاهزين ويكونوا حاضرين ذهنيا. مش بس بيقول حضرتك مش بس الدوافع، لا، يكون دوافع، يكون ذهنيا. وشخصيه النادي الاهلي الشخصيه كان بيتمتع بيها ابو تريكه وائل جمعه وحققوا بيها القاب قبل كده. احنا حققنا الحمد لله 3 القاب ولسه فاضل 2 نحققهم، ما هنعمل انجاز كبير نكون حققنا 5 القاب. فبيقول لك مش بس الدوافع، لا، في حاجات كتيره جدا زي الفنيات، زي شخصيه النادي الاهلي، زي الروح اللاعبين، زي الحضور الذهني والاستعداد للمباريات. يمكن كمان جمهور النادي الاهلي بيثق فيه بشكل كبير جدا 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 خلال الفتره اللي فاتت، وده امر مهم. ويمكن كمان الكاس هيكون مع مستر بيتسو موسيماني، يمكن لقطه مهمه جدا طبعا اكيد يا كابتن ايمن، فرحه كبيره ومهمه. لكن عايز ارجع لمستر بيتسو كمان، جمهور النادي الاهلي بيثق فيه بشكل كبير جدا، وده امر مهم ومنتظر منه كمان الجديد. لسه عندنا السوبر الافريقي وعندنا السوبر المصري، جمهور النادي الاهلي طماع بلغه الكوره دكتور عمرو. Yeah, you can't do without the supporters. You need that spirit also from the grandstand, and it's important. And Ali supporters deserves a lot. Deserves more, to be honest. بيقول طبعا ما نقدرش نعمل اي حاجه من غير الجماهير، وطبعا الروح النادي الاهلي دي، شخصيه النادي الاهلي بتكون ليها نبعه من دعم الجماهير، وعايزين نعمل كل حاجه عشان نحقق احلام الجماهير ونحقق لهم الالقاب اللي هم عايزينها.
بنشكر اكيد طبعا مستر بيتسو موسيماني المدير الفني وايضا كمان الدكتور عمرو محب. اكيد طبعا الفتره اللي جايه فتره مهمه جدا، ويمكن زي ما بنقولها كابتن ايمن النادي الاهلي خلاص يمكن فرح للحظات بسيطه، لكن مباشره خلاص مجرد خروجنا من استاد برج العرب هتبدا الاستعداد المكثفه للمرحله القادمه سواء للسوبر الافريقي وايضا كمان للسوبر المصري وللموسم بقى بشكل عام. مبروك من جديد، ببارك لك كابتن ايمن، ببارك لكل كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي، وهناكد كل مره طول ما جمهور النادي الاهلي في ظهر لعيبه النادي الاهلي في ظهر مجلس الاداره النادي الاهلي يقدر يصنع المستحيل ويقدر ان شاء الله. هختم معاك اكيد يا كابتن ايمن بكاس مصر، طبعا كاس غالي جدا طبعا على كل جمهور النادي الاهلي، رقم 37 كاس مصر بيدخل دولاب بطولات النادي الاهلي. اللحظه دي مهمه جدا مع اللعيبه ومعانا كمان ومع كرو قناه الاهلي ومع كل الجماهير النادي الاهلي. حملنا الدوري العام، بطوله دوري ابطال افريقيا، كاس مصر، منتظرين كمان ان شاء الله كابتن ايمن دوري السوبر افريقي والسوبر المصري. يبدا النادي الاهلي بشكل كبير، الخماسيه دي حلم كبير لكل جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون كلها انتصارات وخير على النادي الاهلي. عودة لك من جديد يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد. كابتن هاني، مستر موسيماني بطولتين كبار جدا في اقل من شهرين، هو الراجل دخل قلوب جمهور النادي الاهلي بصوره يعني غريبه جدا في وقت قليل جدا. هو الراجل فعلا محظوظ جدا فعلا بصراحه ان هو في فتره قصيره جدا قدر ان هو ياخد بطولتين، منهم بطوله غاليه جدا للنادي الاهلي بقى لها اكتر من 6 سنين او 7 سنين ما دخلتش النادي، وهي بطوله افريقيا. خلي بالك بطوله الكاس دي بقى لها 3 سنين برضه. بقى لها 3 سنين برضه. فانا بقول لك يعني هو انا شايف ان هو الراجل حظه حلو قوي بصراحه، وكلنا اول ما جه كلنا قلنا الكلام ده، قلنا وعنده فرصه ذهبيه ان هو يقدر يعمل تاريخ كبير في فتره قصيره مع النادي الاهلي، وده اللي شفناه فعلا وحققه الراجل. بس واضح انه مجتهد وبيشتغل مع اللعيبه اكيد طبعا، وبيلعب كويس قوي على حته العامل النفسي. اكيد طبعا يا كابتن، اكيد هو ربنا اكيد مش هيكرمه بالشكل ده الا ما يكون هو بيشتغل كويس وبيجتهد وباين من شغله في الماتشات. وانا بس في حاجه عايز اعلق عليها، هو بيتكلم النهارده يعني انا شايفه ان هو الراجل برده مش نفس الفرحه بتاعه بطوله افريقيا، وبرده بعض اللعيبه يعني كابتن علاء قال ان هو ممكن يكون اجهاد، طبعا اكيد ده مفيش شك ان هو اجهاد، لكن انا شايف برده ان في يعني في عدم رضا عن الاداء. انا بس خلي بالك احيانا حتى لو في عدم رضا، انت بعد ما الماتش بيخلص وبتكسب البطوله خلاص حته عدم الرضا دي بتروح شويه. اكيد على فكره دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه، ان انت لما تبقى وحش ومثلا واخد بطوله تحس ان انت مش مبسوط قوي، دي حاجه كويسه، انا مش شايف ان هي حاجه وحشه. انت يبقى انت حاسس ان انت عندك احسن، وانت ما قدرتش ان انت مثلا تطبق او ما قدرتش تنفذ اللي الراجل قال لك عليه، لا يعني بشكل ما ان انت عندك ظروف معينه مثلا الاجهاد، ان انت لسه لاعب بطوله نهائي بطوله من حوالي 10 ايام، ان انت لاعب قبل نهائي برده مع نادي الزمالك من 5 ايام، فالحاجات دي كلها طبعا اكيد لها تاثير، لان احنا كلنا بشر واللعيبه دي بشر مش 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 مكان يعني. بس انا احساسي ان الظروف اللي حصلت في ماتش النهارده والسيناريو دوت هو اللي خلى اللعيبه مجهده والجهاز الفني مجهد بالشكل ده. اكيد طبعا الاجهاد الذهني والعصبي اكيد، وبرده كمان طريقه لعب الكابتن طارق العشري، ان احنا قلنا كلنا ما توقعناش ان هو يبدا ضاغط، وفعلا بدا. انا حتى اتكلمت فيها قبل المباراه وقلت بالمنظر ده بالشكل ده بعمرو وعمرو الاثنين وعمرو مرعي وعمرو جمال ان هو يبدا بالاثنين دول، اكيد هو الراجل عايز يباغت مستر موسيماني، وده اللي شفناه فعلا اول ربع ساعه. لكن طبعا اللعيبه مش هتقدر، بدليل ان الاثنين اتغيروا، مش هتقدر طول الماتش تفضل ضاغط ضاغط ضاغط، اكيد هتتعب. فده اللي احنا شفناه. لكن طبعا الراجل انا شايف ان هو لحد دلوقتي يعني المردود المردود منه، شايف ان هو الراجل واخد بطولتين، لسه في بطولتين تانيين قدامه، السوبر المصري والسوبر الافريقي، انا برده دي حاجه لو خد البطولتين دول برضو اكيد طبعا انجاز كبير تاني بيضيفه لنفسه وبيضيفه للنادي الاهلي طبعا. وانا عايز برضو اقول يعني اقول كلمه طبعا للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، ان هو الراجل يعني كان في مجازفه كبيره جدا. انا لسه كنت هسال الكابتن شريف فيها فعلا لسه قايل. فانا شايف ان الراجل يعني كابتن محمود الخطيب يعني كان في مجازفه كبيره ان هو يختار مستر موسيماني، وفعلا يعني الراجل كان عنده رؤيه كبيره جدا ورؤيه مستقبليه حتى لقدام، ان هو شايف ان الراجل ده هو الاقدر في الفتره دي ان هو يمسك النادي الاهلي يعني بخبراته في افريقيا وبخبراته في بالانديه اللي هي موجوده في افريقيا زي نادي الزمالك زي الوداد زي رجاء، الفرقه دي كلها اكيد هو لعبها في خلال ال3 سنين اللي فاتوا، عشان كده قدر الراجل يعمل خبرات وياخد خبرات كبيره في فتره قصيره، عشان كده النادي الاهلي يعني
نادي بحجم النادي الاهلي قدر ان هو يتعاقد مع مستر موسيماني، وانا شايف ان الكيمياء راكبه. أيوة. اهم حاجه يا كابتن ايمن. أيوة. ان الكيمياء راكبه بين جماهير النادي وبين الراجل وبين اللعيبه. أيوة. يعني وبين مجلس الاداره، يعني الاربعه يعني الحمد لله انا شايف ان الاربعه في توافق بينهم ومفيش اي مشاكل خالص. انا عايز بس اتكلم في حاجه بره المباراه. في ناس مشيت من النادي الاهلي عشان خاطر حاجه اسمها الطموح وعشان خاطر حاجه اسمها الماديات. انا مش شايف ان يعني انا اللي انا شايفه النهارده الفرحه دي والبطولات اللي النادي الاهلي بياخدها في فتره قصيره دي، انا شايف ان دي ما بتعوضش بفلوس. لا احنا نبعد عن موضوع الطموح، اتكلم عن الماديات. لا بتكلم بجد والله. الاثنين والله الاثنين بتكلم على الماديات. اصل بص عايز اقول لك حاجه، انا عايز اقول لك حاجه، اللي بيسيب النادي الاهلي مفيش طموح، ده انت وصلت لاقصى حاجه. ده انا بتكلم فيه طموح. ايه اللي انت عاوزه اكتر من ان انت هتاخده؟ يعني فما نتكلمش عن الطموح، نتكلم عن الماديات. ما هو اللي بيسيب النادي الاهلي ده بيسيبه ليه؟ اكيد ماديات بس. ما هو لما الطموح، ما في ناس قالت ده الطموح ان انت تمشي جنب سور النادي الاهلي، ده حقيقه فعلا. فده اللي انا كنت عايز بس اتكلم فيه واقول ان العقليه برضو بتفرق يا كابتن، ولازم برضو ان انت قرار زي ان انت تاخده ان انت تمشي من النادي الاهلي ده مش قرار سهل، لازم تفكر فيه مره واثنين وثلاثه ومليون. لان النادي الاهلي يعني زي ما فعلا ما بيقولوا بمن حضر، النادي الاهلي باي حد اي حد بياخد بطوله، زي ما احنا شفنا في لعيبه لسه جايه، ناصر ماهر من نادي سموحه، محمد شريف من نادي انبي، طاهر جاي من المقاولين. الناس دي ما لعبتش تقريبا 90 دقيقه على بعض، وقدر ان هو يحرز بطولتين في خلال 10 ايام. فالنادي هو ده النادي الاهلي، وانا شايف ان زي ما قلت يا كابتن ان صعب 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 ان مش اي حد يلعب في النادي الاهلي، لازم يبقى عقليه الاول موجوده عندك، لازم الثقافه عندك موجوده، ولازم شخصيتك تبقى شخصيه النادي الاهلي. خلي بالك مع احترامي للجميع، ولكن زي ما قلنا قبل كده ان النادي الاهلي ما بيقفش على حد. يعني قول يعني بعض الناس قالت ان احنا كنادي اهلي هنتاثر بغياب او رحيل عبد الله السعيد، ومع ذلك النادي الاهلي خد البطوله. قالوا هنتاثر بان رمضان ما بيلعبش، ومع ذلك النادي الاهلي جاب البطولات من غير رمضان. مع احترامي للعيبه دي، واللعيبه دي على عيني وعلى راسي وادت للنادي الاهلي وادت كتير للنادي الاهلي، ولكن انا بقول على ردود الافعال ساعتها. ومع ذلك النادي الاهلي ما وقفش على لعيب من اللعيبه دي، بالعكس، انما النادي الاهلي خد كل البطولات وحصد كل البطولات. يا ايمن صح يا تشريف؟ اتفضل سريعا عشان الكابتن شريف يكمل. انت بتقول على عبد الله ورمضان، طبعا لعيبه كبار، انت هو قاعد معاك في الاستوديو هنا على ما هو عامل ازاي في تاريخ النادي الاهلي، شريف عبد المنعم، هاني لعب، والاجيال اللي قبلينا كباتن الخطيب ومختار ومصطفى عبده، وبعد كده طاهر ابو زيد وفلان وفلان، مئات اللعيبه اللي جت ومرت في تاريخ النادي الاهلي ومشيت واعتزلت والنادي الاهلي مستمر في البطولات. هو شيما انت قلت كلمه جميله النهارده ردا على الموضوع ده، واحنا بنتفرج في لحظه كده قلنا ماتش الكاس اهو، ماتش الكاس اهو، ما شاء الله الله اكبر. لو ايه بص عماله بشماله ازاي ما شاء الله. لا هو ايه الثقه، ايه البرود اللي هو بيرقص الجول فيه في المطلعه زي دي؟ لا والله والله دي اخر كره في الماتش، كنا خلاص خسرنا الكاس. انا اول مره في حياتي انزل نص الملعب واعمل شروط اصلا لبورسعيد. نعم اول مره انزل انا هنا 11 كويس. بص اقول لكم على حاجه، انتوا واحنا قاعدين هنا في الاستوديو والتاني وده برضو ده بعد شفتوا بيرسل يا جماعه، شفتوا هي جايه هنا حلوه قوي، دي صعبه جدا، عملت حلوه قوي، صعبه جدا جدا من زاويه صعبه جدا. دي اصعب من الاولانيه. انت كنت قاصدها في دي ولا هي جت كده بايلك؟ ربك سهل بيلعبها بالعرض بس ده صح، وربنا سهل وربنا سهل هو مرزق. بقول لك ايه، كرامات 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 كرامات. انت قلت حاجه النهارده، الفوز حلو مفيش كلام. طبعا طبعا. وقلتوا حاجه جميله النهارده واحنا بنتفرج كلنا، التيشيرت الاهلي بيلعب صح، مهما كان في ارهاق انا حاسس ان اللعيبه كلها بتحاول تعمل اقصى حاجه عندها صح، حاسس ان روح النادي الاهلي هي اللي في الملعب صحيح. القتال يمكن ما فيش فكر واسع قوي في الملعب، في بطء في الباص، في التحركات شويه بطء، في هنجيب الجول منين الثاني او هنجيب الجول الاولاني ازاي، يعني في تفكير، يمكن التفكير صح في الارهاق اللي انتوا جايين، بس برضو روح التيشيرت الاهلي طبعا موجوده في الملعب. مظبوط هي مزبوط. دي الاقوى من كل حاجه.
فلان جه بقى صحيح. بص فلان رجع بص على راس الجون وجاب الجون. كمل الكلام كابتن شريف واسامه بخصوص موضوع اللي بيروح وبيمشي وبيجي وكده. النادي الاهلي انشئ كام؟ 1907 صح؟ النادي الاهلي واخد كام بطوله؟ عدوا 100 وشويه صح؟ طبعا عدى كام جيل؟ كتير. بس هو ده النادي الاهلي كتير طبعا. جيل بيسلم جيل مش لاعب بيسلم لاعب جيل بيسلم جيل بيسلم جيل مزبوط. واحنا لعبنا مين اللي قبلنا واللي قبلنا واللي قبلنا وقبلنا بس بقى جيل مش بيسلم جيل بيسلم له حاجه غاليه قوي بيسلم له فانيله النادي الاهلي كابتن شريف صح بيسلم له حاجه اسمها انت مطالب تجيب بطولات للنادي الاهلي النادي الاهلي كبير دايما تجيب بطولات بيسلم له حمل تقيل قوي جماهيرك مزبوط. جماهير اللي عليك حق وما ينفعش تغفل عنه حقها بطولات على طول دايما في فرحه لجماهيري النادي الاهلي لو عملت احصائيه كده اكتر جماهير فرحت بقى في العالم كله هتلاقي جماهير النادي الاهلي مزبوط. هو ده النادي الاهلي النادي الاهلي الانديه الكبيره العظيمه ايمن ما بيجيش من فراغ يعني وسام بيقول لك جيل بيسلم جيل بيسلم جيل ما هي دي الانديه الكبيره في انديه بتطلع بس سنه والتانيه بتختفي صحيح. لان مش كتير هتلاقي حاجه زي النادي الاهلي مش كتير مثلا تلاقي نادي عظيم زي ريال مدريد مش كتير مش عارف تلاقي مانشستر يونايتد يعني الانديه العريقه الكبيره دي الكلام ما بيجيش من فراغ مزبوط. مش تعالى انا هتعاقد مع فلان وفلان يمشي طب ده هيحصل حاجه في الفريق ولا حاجه خالص صحيح. ماشي زي ما تمشي صحيح. هيطلع واحد واثنين وثلاثه وهتلاقي النادي الاهلي ماشي مفيش مشكله صحيح. اه لعيب كويس والنادي الاهلي ما عندوش لعيب وحش مزبوط. كل اللعيبه اللي دخلت النادي الاهلي لعيبه كويسه جدا جدا لكن في الاخر بتفهم مع اصحاب حاجه واحده بس كل واحد وتفكيره انت صحيح. عايز ايه صح. انت عايز تنتمي لهذا النادي العظيم اللي ما فيش يعني ما فيش مبلغ او مال يوازي انتمائك لنادي الاهلي احنا قناعاتنا كده جاز حد تاني بيقيسها غلط لكن في الاخر قناعاتك انت منتمي لهذا النادي الاهلي صح. الى ما شاء الله ليك طول ما انت عايش انا عندي بالنسبه لي انا دي تساوي ملايين الدنيا كلها اكيد مزبوط. اسامه اكيد شريف اكيد انت اكيد هاني الناس تعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي بس مزبوط. تعال نروح نكمل فرحتنا مع لعيبه النادي الاهلي في اوضه اللبس والزميل شريف شعبان كملين معاك يا كابتن ايمن في تغطيه خاصه وحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي يمكن الحمد لله الفرحه حلوه والفوز حلو ياسر مليون مبروك هنبارك لجماهير الاهلي واحنا على الهواء دلوقتي لكل جماهير الاهلي بطوله غاليه للنادي الاهلي البطوله رقم 37 لكاس مصر مفيش احسن من البطولات والانتصارات طبعا الحمد لله ببارك طبعا لمجلس الاداره وللعيبه الرجاله والجمهور الحمد لله ربنا كرمنا وكده معانا الثلاثيه الحمد لله لسه بطولتين كمان باذن الله كده ربنا يكرمنا نقدر نجيبهم ونفرح بهم الجماهير باذن الله مليون مبروك حبيبي الله يبارك فيك حبيبي الله يبارك فيك حسين مليون مبروك بنبارك لك عشاق النادي الاهلي مليون مبروك مليون مبروك ربنا يكرمك كابتن ايمن مستمرين معاك من داخل غرف ملابس النادي الاهلي يمكن حلوه الانتصارات وحلوه الفرحه بطوله غاليه البطوله رقم 37 للنادي الاهلي ناخد بقى اللي بيتعبوا عم مكي مليون مبروك مفيش احسن من البطولات ومفيش احسن من الانتصارات والمكسب حلو الحمد لله رب العالمين والف مبروك طبعا للعيبه كلها ولينك والجهاز وكل الناس كلها والف مبروك للمجلس الاداره كله الحمد لله رب العالمين الحمد لله ان شاء الله السوبر ان شاء الله باذن الله عم كابتن يعني بطوله غاليه النهارده يا كابتن والحمد لله صعبه وده احلى اللي محل البطوله احلى النهارده صعوبتها النهارده يا كابتن الحمد لله رب العالمين طول ما احنا يعني واثقين في نفسينا واللعيبة ماسكة نفسها كويس جدا والحمد لله رب العالمين مزيد من البطولات وان شاء الله السوبر الافريقي ان شاء الله بإذن الله ننسى الكاس ونفكر بقى في السوبر الافريقي بإذن الله السوبر افريقي وسوبر المصري عاوزين كل البطولات ان شاء الله كل البطولات بس ناخدها بالتدريج كده واحدة 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 ان شاء الله مع اللعيبة ديت ان شاء الله بإذن الله والجهاز وكل الناس ومجلس ادارة ربنا هيكرمنا بإذن الله مبروك عم حارس يمكن سجدت النهارده وشايفك بتسقط في ارض الملعب النهارده والضربات الترجيحيه بتتلعب والحمد لله ربنا النهارده بيكافئ النادي الاهلي ببطوله النهارده بطوله رقم 37 لكاس مصر بسم الله الرحمن الرحيم الاول بقول الحمد لله وشكر لله لا سجدت لله طبعا عشان خاطر اللي انا كانت اعصابي سايبه وبقول لعيبه النادي الاهلي طلعوا رجاله النهارده واللي هم خدونا ثلاث بطولات في خلال شهر والف مبروك لمجلس اداره والجهاز الفني والجهاز المعاون والجهاز الطبي واي حد في النادي بقول له بهدي له البطوله ديت بقول له الف مبروك مليون مبروك
ما كملين معاك كابتن ايمن. دكتور عمرو يمكن المكوك وفي التمرين ما شاء الله، يمكن دكتور عمرو خس جامد جدا في التمرين، بيجري زيه زي اللعيبه موسيماني او مستر موسيماني، يعني بص ما بيريحوش خالص، وبيوصل كل كبيره وصغيره كل لعيبه النادي الاهلي. دكتور عمرو مليون مبروك النهارده، بطوله غاليه وده النادي الاهلي. ميرسي يا فندم، الف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والافراد الجهاز واللاعبين. كانت بطوله صعبه، تعمل ثلاثيه صعب جدا، اللعيبه مجهده وذهنيا وعصبيا وبدنيا ومحامين بقى لنا فتره، والحمد لله ربنا كان على قدر المسؤوليه، ربنا كرمنا وكسبنا النهارده. احنا النهارده الناس كلها عندها جماهير، احنا عندنا شعب، اعتقد في مصر حوالي 70 80 مليون اهلاوي، في دول تعداد سكانها مش العدد ده، فانت لما تفرح عدد كبير زي ده بتحس قد ايه انت عملت حاجه كبيره، والواحد فخور اصلا ان هو في النادي الاهلي ولابس شعار النادي الاهلي، حاجه كبيره ان شاء الله. اعتقد حاجات هنحكيها لاولادنا واحنا فخورين احنا في الجيل ده. مليون مبروك يا دكتور. الله يبارك فيك. فمسيه فمش شاكر حاجه كابتن ايمن، دي كانت تغطيتنا الخاصه والحصريه داخل غرف ملابس النادي الاهلي. فرحه حلوه والبطولات حلوه، عاوز بطولات دور على النادي الاهلي، عاوز انتصارات دور ايضا على النادي الاهلي. مكملين معاك في تغطيه خاصه وحصريه، ومكملين في لقاءات اخرى بعد قليل. عودة ليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. بسم الله ما شاء الله. جمهور النادي الاهلي في الفتره البسيطه ديت حصلت ثلاث بطولات ومفيش حد قد، وربنا يكرم بالرابعه والخامسه ان شاء الله باذن الله. كابتن شريف، التعاقد مع مستر موسيماني او مجرد التفكير، كان في مخاطره من مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب؟ لا مفيش مخاطره، ده قرار الراجل ده. موسيماني فرض نفسه مش السنه دي يعني على الساحه المصريه، كان لينا تعارف بيه، وكان كل ما يجي يلعب معانا ماتش وبيعمل او بنروح نلعبه هناك في اي حته كان بيعمل مؤتمر صحفي وبيتكلم، كنت تحس كده ان هو قريب مننا يعني، كنت تحس ان هو راجل فاهم، كنت تحس هو بيحلل بيتكلم عن النادي الاهلي ان هو دارس النادي الاهلي كويس قوي، مذاكر النادي الاهلي كويس قوي. فكل الاعتبارات دي اتحطت اكيد في وقت سريع جدا، ان انت كنت لازم تجيب مدرب، انت ما كانش هينفع تروح تجيب مدرب من اوروبا، او كان لازم يبقى مصري بقى اللي هو داير او حاسس بالدنيا اللي بتحصل في مصر هنا. الراجل ده كان اكتر احترافيه في الشغل وبالنادي الاهلي، ويمكن يعني في داخليات انا وانت ما نعرفهاش، احساسهم او التعامل معاهم او فتح باب اللجنه وكابتن محمود الخطيب في الحديث معاه والكلام من ده، حسوا ان الراجل ده فعلا ممكن يكون موجود. فكان لا قرار جريء انك تجيب مدرب افريقي. قرار جريء جدا، التوقيت كمان يا كابتن. قرار جريء جدا، فاول مره حقيقه تحصل، يعني ممكن ياخدوا من عندنا. ايوه، ان احنا ناخد من عندهم دي كانت اول مره في حياتنا ان احنا نفكر هذا التفكير. بس في الكواليس كده بتحصل حاجات، ممكن هتشوف حاجات تانية كتير قوي، ممكن هتشوف شمال افريقيا مثلا يكون عندك هنا بعد كده. لا ده طبيعي. شمال افريقيا طبيعي. يعني ما انا بقول بعد كده، يعني انا مش بقول دلوقتي، انما القرار ده جت قبل كده. وليه بعد كده هم جم عاوز يجوا تاني. عاوز يجوا تاني يعني. انا عايز اقول مفيش يعني في افريقيا، انا بتكلم ان شمال افريقيا وجنوب افريقيا والعدد دي احنا ممكن نتعامل، بس دي كانت اول مره بهذا الشكل. وبعدين انا مش بنحيي كابتن محمود الخطيب واللجنه كمان حقيقه في اتخاذ القرار، محدش فينا كان يقدر يعمل القرار ده. صحيح والله. صح. انا لو انا موجود ما اقدرش اخد قرار زي ده، وكنت هرجع للطبيعي اللي احنا بنشوفه، لان جماهيريتك 70 مليون 70 مليون ده غير اللي خارج مصر، جماهيريتك كمان، فانت بتحاسب على كل خطوه وكل بطوله وكل نجاح عملته او كل اخفاق عملته. ساعه الصوره كلنا بنقف نتصور. قرار زي ده ساعة الإخفاق هتلاقي الصورة واحد بس هو اللي القرار، على اتخاذ القرار اللجنة وكابتن محمود الخطيب، خدت بالك؟ فما شاء الله إنك أنت تتوفق زي ما قال هاني، توفيق كبير قوي في إن الراجل ده يبقى قريب منك في المرحلة دي، خصوصا مرحلة صعبة جدا فيها إصابات، فيها دخول لاعبين، فيها خروج لاعبين، فيها إعادة لم شمل من مدرب سابك ومشي لظروف معينة، فيها كورونا قبل نهائي افريقيا كمان. لا فيها كورونا، فيها لعيبه بتروح منك بايجابيات وسلبيات، فيها اي حد ممكن يعتمد على شكل معين، واسامه وعلاء دول مدربين اعتقد كبار قوي، وهاني باذن الله يعني يقدر يقول لك ايه، انا معتمد على ديانج مش لاقي ديانج. ايوه. انا جاي لي محمد شريف في ماتش زي ده انا عايزه اعتمد عليه في حته التكوين الهجومي يساعدني، وده راجل توفق في مباراه المنتخب وعنده نزعة وثقة دلوقتي عايزين نستخدمها. وليد سليمان، وليد سليمان لاعب كبير جدا انا بحتاجه في بطولات زي دي، ربنا يعني بندعي له طبعا بالشفاء هو وكل اللاعبين اللي اصيبوا يرجع لنا بسرعه، ولان في لعيبه ليها بصمات في الملعب، ليها لمسات في الملعب، ليها بتحب التيشيرت والتيشيرت بيحبها،
وفي حظ بيبقى موجود في وجود حاجه معينه يخليك انت نفسيا مطمن كمدير فني. فهو 100% توفيق من عند 100% قرار جريء جدا يعني يتحسب لهم على على ممر التاريخ ده. هيبقى زي ما انت بتاخد 9 افريقيا كده وبتاخد النهارده 37 كاس مصر وبتاع، برضو القرار ده ده قرار منفرد بنفسه بذاته بنجاحاته. ان شاء الله ياخدوا البطولتين الجايين كمان، هيبقى استقدام موسيماني مع 5 بطولات ان شاء الله. ده تفكير الحقيقه لازم كل الناس ترفع قبعة على الكابتن محمود واللجنه، وعشان كده الراجل بيفهم كوره وادي العيش لخبازه ولو كان نص، بس الحمد لله كان في توفيق كبير قوي من عند ربنا. عارف ان عندك تعليق كابتن اسامه، بس هنكمل فرحتنا مع اعضاء النادي الاهلي بالجزيره والزميل فاروق صلاح. من جديد بجدد التحيه بيك يا كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، مستمرين من هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وفرحه اعضاء النادي الاهلي بالفوز والتتويج بكاس مصر للمره 37. عايز تقول ايه الاول للاعبي النادي الاهلي النهارده بعد مباراه وماراثون طويل امتد ال 120 دقيقه ثم ركلات ترجيح؟ لكن دايما بنقول معدن لعيبه النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي. طبعا دايما هم رجاله ورافعين راسنا، بقول لهم الف الف مبروك، وانتوا تستاهلوا اكتر من كده، وعودتونا دايما على المكسب، وان انتوا بتكافحوا لغايه اخر دقيقه، وان شاء الله مزيد من البطولات، ودي بطوله الرابعه لينا في الموسم، وان شاء الله هناخد السوبر المصري والسوبر الافريقي باذن الله. وبارك لمجلس اداره النادي الاهلي لانه بجد اتحمل كتير جدا، وبارك لكل اعضاء الجمعيه العموميه، وبارك لجماهير النادي الاهلي و اهلاوي. انا شايف ان عندك حرص ان يعني الولد الصغير لابس تيشيرت النادي الاهلي، جايبين علم الاهلي، الاسره كلها ان الاسره كلها متجمعه النهارده في يوم وكرنفال للنادي الاهلي. لازم انا ما افوتش ماتش للاهلي، يعني لازم كل ماتش اجيب اسرتي كلهم ولادي كلنا بتيشيرتات الاهلي، ومعودهم ان احنا من صغرنا الاهلي وبيجري في دمنا وقلبي اهلي، يعني احنا بنموت كده. لما كنا دلوقتي ضربات الجزاء والله صوتي رايح اهو من ضربات الجزاء، ومن بس احنا اهيله اهلاويه اهلاويه جدا 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 والحمد لله. قولي لي بقى لو هتختاري نجم للمباراه مين يكون نجم المباراه؟ الشناوي طبعا، الشناوي هو نجم الموسم مش نجم المباراه بجد، وكل لعيبه الاهلي على دماغنا بجد والله، لعيبه رجاله. مش معنى ان اشرف يضيع ضربه جزاء او ايمن اشرف يضيع ضربه جزاء يبقى غلط، لا كلهم رجاله وكلهم يستحقوا التكريم واكتر من كده كمان، بس بجد الشناوي نجم الموسم. مشكور حضرتك. عايز اروح لحضرتك اقول لك شفت المباراه ازاي وتقولي ايه لعيبه النادي الاهلي؟ ألف مبروك للأهلي. أنا بصراحة يعني كنت بتفرج وبشجع والولاد كانوا مبسوطين قوي وإحنا كلنا متفائلين وكنا عارفين إن إحنا هنكسب إن شاء الله. النادي الأهلي خلاص عودنا على الفرح، وإحنا متعودين دايماً على النادي مع النادي الأهلي على الفرح. أيوة طبعاً إحنا متعودين وكنا متأكدين جايين متأكدين وقاعدين مستنيين إن إحنا هنفرح إن شاء الله. صح يا زيزو؟ يلا حضرتك عايز أروح لحضرتك وأقول لك قول لي شفت المباراة إزاي؟ والله المباراة كانت صعبة وكان في فاولات كتير واوتات كتير والماتش كان طويل جدا وبيضيع وقت كتير، بس احنا كسبنا. وعايز اقول الاهلي عندي بالحياة، ونصره اليوم هو المنى، فريق ما يعرف شيء المحال، جمهوره ورا زي الخيال، لا 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 لا. بشكرك وعايز اروح لحضرتك قول لي بقى المباراة بطولة غالية. بقالي 60 سنة بشجع النادي ده، ابن بنتي عنده 8 سنين ما كانش شاف الخطيب، بيقول لي انا عايز الخطيب اشوفه بس مره لغايه اما جبته له. فاحنا بنشكر ربنا وبنشكر كابتن محمود الخطيب، يعني مش عارفين نقول له ايه بعد المعاناه اللي تعبها مع الناس دي، وربنا يكرمنا يا رب تاني وتالت ورابع وخامس يا رب. احنا البطل، احنا البطل. تحيا الاهلي، تحيا الاهلي، تحيا الاهلي. بشكر حضرتك. عايز اروح لك واسالك قول لي مباراه امتدت ل 120 دقيقه وركلات ترجيح، ما حسيتش ان المباراه ممكن تهرب؟ لا لا، الاهلي بيجي لحد اخر دقيقه وعارفين ان الاهلي هيكسب في اي وقت والجون هيجي في اي وقت. احنا دوري وكاس وافريقيا ولسه البطولات جايه كتير، ولسه كاس العالم للانديه، ولسه سوبر افريقي. احنا اصلا عمرنا ما بنشبع من البطولات، بطولات الاهلي اكبر من عمر النادي بحاله اصلا.
الدولاب اتملى عندنا خلاص باذن الله. الله اكبر على الاهلي. بشكر حضرتك وعايز اروح لحضرتك، يعني اكيد عندك كلمه، عندك رساله، اتفضلي معانا. عايزه تقولي ايه؟ احنا لو قعدنا 60 دقيقه ثانيه او 90 دقيقه ثانيه انا واثقه في الاهلي لغايه اخر ثانيه. بقول سجع اهو، مش عارفه ازاي، بس الكلمه طالعه من القلب مش سجع. الاهلي انا واثقه في الاهلي وفي اللعيبه وفي الاداره وفي الشناوي، كلهم رجاله، احنا عندنا رجاله، فانا واثقه في الرجاله بتاعتنا وظهرنا وصدنا ده كلهم. شايفه ان الشناوي هو نجم المباراه؟ الشناوي نجم المباراه طبعا، وكل النجوم نجوم المباراه، بس الشناوي كبير والقائد واخوهم الكبير وظهرهم، وهو زي ما هو بيقول قال كلمه حكمه، هم في ظهري وانا في ظهرهم، مؤدب ومحترم، وتربيه الاهلي، الاهلي كيان، والاهلي اخلاق، والاهلي ادب، الاهلي مدرسه، الاهلي دوله صغنونه حلوه نتعلم منها. الاهلي مدرسه، وعايز اروح لل تعهج. الاهلي مدرسه، مباراه صعبه وماراثون طويل وطالع من بطوله افريقيا ومباراه امام نادي الاتحاد، لكن دايما بنقول لشخصيه لعيبه النادي الاهلي هي سر النجاح. طبعا الاهلي بيلعب على المركز الاول على طول، ما بيلعبش على المركز الثاني، والاهلي اي حد موجود فيه بيبذل اقصى مجهود بحكم الفلنه بيكرى الارض. وانا اللي هو ابراهيم ابو الحسن، وكل مبروك. بشكر حضرتك كابتن ايمن، علشان نعرف قيمه النادي الاهلي وقيمه جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره بينادي وبيقول السوبر يا اهلي، يعني لسه ما خلصناش فرحه كاس مصر بالنادي ببطوله السوبر، وده طموح جمهور النادي الاهلي. مستمرين معاك يا كابتن ايمن، ونقل لفرحه جماهير واعضاء النادي الاهلي هنا من مقر النادي الاهلي بالجزيره من جديد. تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. ناس يا عيني يعني تحب تفرح. طبعا هو النادي الاهلي معود جمهوره على الفرحه دايما، ولكن الناس عندها النادي الاهلي ده حياه. هي قالت النادي الاهلي ده مدرسه الكل بيتعلم منها، لا، النادي الاهلي كليه الكل بيتعلم منها. كابتن اسامه، كان عندك تعليق على موضوع مستر موسيماني، وبعدين نعلق على طبعا فرحه بتاع جمهور النادي الاهلي. فرحه الجماهير هايله. طب كنت بتقول لي في المناطق الشعبيه الناس بتبقى مجنونه. طبعا يعني في اكتر من كده عارفين، شعبيه وغير شعبيه، في كل حته في جماهير للاهلي. يعني اقول لك ايه، ما تاكلش وتشرب لو النادي الاهلي ده حصل له حاجه. لحد دلوقتي طبعا، لحد دلوقتي انت شايف من انفعالات الجمهور عامله ازاي، ستات ورجاله يعني. أي. فمبروك ليهم، لان هم الناس كلها بتشتغل اساسا عشانهم يعني. واحنا قلناها اكتر من استوديو، احنا ممكن صحيح احنا محبين للنادي الاهلي اساسا وكنا بنشجع النادي الاهلي، ولكن بنستفاد بشكل او اخر احترافيا، لكن هم بس فرحتهم النادي الاهلي ياخد بطولات يعني. فمبروك ليهم. بالنسبه لموضوع مستر موسيماني، كابتن شريف اتكلم فيه كويس طبعا جدا. المخاطره الكبيره ايمن كانت على كابتن الخطيب ولجنه الكوره في اختيارهم لموسيماني. مستر موسيماني مع احترامي الكامل ليه، مدرب طبعا كبير وكل حاجه، ولكن ما عندوش اي مخاطره ان يمسك النادي الاهلي في الوقت ده. دي وجهه نظري الشخصيه. حتى لو خسر يا ايمن، حتى لو خسر عادي جدا، خسر والناس هتديله العذر ان لسه جاي، سواء قعد او مشي ما كانتش تفرق، لكن اللي خد القرار انه يتعاقد مع مستر موسيماني هو اللي كان هيبقى في وش المدفع لو لا قدر الله خسرنا بطوله افريقيا، بالذات يمكن اكتر كمان من الكاس مصر، بطوله افريقيا لان الناس كلها كانت مستنياها، وكمان جايه مع نادي الزمالك المنافس التقليدي او الغريم التقليدي لينا يعني. ف طبعا يعني وفقنا في الاختيار دوت، سواء الكابتن خطيب ولجنه الكوره والمجلس الاداره، والتوفيق مشي مع مستر موسيماني، والناس ابتدت تثق فيه اكتر بعد البطوله افريقيا وادي النهارده الكاس. ويمكن يعني مستر موسيماني ما كملش شهرين حصل على بطولتين، وقدامه يحصل على بطولتين اخرين. الدوري برضو معانا. الدوري يعتبر حسب له ماشي، بس يعني يعتبر مستر فايلر اسواجي اخر ماتشين يعني. الدوري كان حسب. الدوري كان محسوب. الدوري كان محسوب يعني ما يتحسبلوش؟ لا، يتحسب ازاي؟ يعني الدوري محسوب لمستر فايلر، هو مستر فايلر مشي بعد الدوري يعني، بعد ما خدنا الدوري. طب الراجل مسك ماتشين. لا 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 لا، حتى مستر موسيماني قال كده، لا كان اتحسب الدوري خلاص، كنا خدنا الدوري محسوبه لمستر فايلر.
كان ناقص ماتشين. فاللي انا اقصده انه بقاله شهرين دخل في نادي عريق ومليان بالبطولات، وزي ما الراجل اللي كان بيتكلم الشاب اللي كان بيتكلم بيقول لك الدولاب بتاعنا اتملى. فمر علينا مدربين كتير، والنادي الاهلي هو اللي بيكبر المدربين، وهو اللي بيكبر اللعيبه، وهم اللي هو اللي بيكبر الاداريين. النادي الاهلي تاريخ عريق يعني. صحيح. زي ما النادي الاهلي بيعمل لاعبين بيعمل مدربين، صحيح بنستفاد من المدربين دولت، وصحيح بنستفاد من اللعيبه المميزه، ده طبيعي لان هي يعني عمله من وجهين او بنكمل بعض، ان اداره نادي وجماهير نادي واعلام وكل ده مع ناس جيدين من لعيبه او مدربين، الاثنين بيشيلوا بعض. ولكن النادي الاهلي هو الاكبر، هو الاكبر من المدربين وهو الاكبر من اللعيبه في النهايه يعني. حتى لما كنا بنتكلم على موضوع اللعيبه، اذا في وقت صغير بتتاثر بلعيب مميز انه اعتزل او مشي او انتقل لحته او كده، صحيح ممكن تتاثر فتره، ولكن بترجع تاني بتستعوضه بناشئ، بلعيب جاي من الخارج، والامور بتفضل ماشيه يعني، فسواء على المدربين او على اللعيبه. الاخر يا اسامه، النادي الاهلي هو اللي بيضيف طبعا. صح، من الاخر طبعا طبعا، نمره واحد لاعب او مدير فني مهما كان اسمك، النادي الاهلي هو اللي بيضيف لك انت يعني، مش العكس خالص يعني. انا بتفق مع اسامه ان كانت المخاطره الاكبر كانت على القرار اللي اخده كابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط. بالنسبه لمستر موسيماني، فرصه عمره جات له، يوفق او لا يوفق في الاخر اتكتب في السي بتاعه مدير فني للنادي الاهلي. دي تفتح له ابواب اي فريق في اي مكان في القاره، زي ما كان كابتن شريف بيتكلم. فدايما يا ايمن، اسامه اتكلم وشريف، من الاخر النادي الاهلي هو اللي بيضيف لاي حد، ما فيش حد بيضيف حاجه للنادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي يضيف لك، شرف ليك انت، وانك تنتمي للنادي الاهلي ده برضه ليك انت، انت كمدير فني تدخل النادي الاهلي ده. وزي ما اسامه بيقول، حتى لو ما وفقش مستر موسيماني هو ما عملوش اي مشكله. صح. هو بالعكس، جات له فرصه ما فيش مدرب في العالم كان ممكن يرفضها. صح. يعني مستر موسيماني لما كلموه انا متاكد هو ما فكرش. مظبوط. ما فكرش يا ايمن خالص، لان هو عارف مجرد بس لما اسم النادي الاهلي بتذكر في اي حته في افريقيا وفي الدنيا كلها هو عارف هو رايح فين. عشان كده بالنسبه له فرصه جات له ما سابهاش، بس هو واضح ان هو راجل ذكي جدا طبعا، دارس حاله البني ادم المصري اساسا، وعارف الفرقه المصريه، وعارف النادي الاهلي. كان شريف دايما بيتكلم على، دايما الراجل كان دايما عينه على النادي الاهلي واسم النادي الاهلي، عشان كده ما خدش وقت. صح. الراجل اسامه بيقول لك في شهرين واخد بطولتين وداخل على الثالثه ان شاء الله. فمن الاخر يا ايمن، النادي الاهلي اضافه لاي شخص، سواء لاعب سواء مدير فني، في الاخر شرف وكل اللي كنت اسسه. ولسه مكملين فرحتنا، ولكن هذه المره مع اعضاء اهلي مدينه نصر والزميل محمد توفيق. النادي الاهلي في مدينه نصر، وفرحه غير عاديه من جمهور النادي الاهلي واعضائه هنا بالمقر. يمكن بطوله غاليه بتحقق بها الثلاثيه للنادي الاهلي بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري، النهاردة كمان كاس مصر، يمكن فرحة كبيرة. الفرحة تضاعفت كمان نظرا لظروف المباراة ووصولها لضربات الجزاء. يمكن معانا عدد كبير من الأعضاء هنا نتكلموا عن فرحتهم، يعني اتكلمنا عن فرحتكم النهاردة ومباراة كبيرة، وأعتقد كنتوا على ثقة كلكم بفوز النادي الأهلي. طبعا كلنا ثقة جامدة بفوز النادي الأهلي، وإحنا عارفين النادي ده خد الثلاثية وإن شاء الله عقبال السوبر الأفريقي، والنادي ده الأهلي أعظم نادي في الكون، واحنا طبعا مبسوطين جدا، والنادي الاهلي ده اللي مفرح مصر كلها. و يعني اتكلمينا النهارده عن شعورك وانت بتتفرج على المباراه وعن الفرحه الكبيره اللي عملتها. بص، انا عايز اقول لك حاجه، النادي الاهلي ده نادي البطولات ونادي وكيان كبير، واحنا وهو دوله، فاحنا كلنا بنقعد ندعي وما بيبقاش عندنا اي شك ان الاهلي هيكسب في الاخر، فجمهوره ده حماه، والاهلي فرحنا وهيفرحنا دايما ان شاء الله. يعني كلمنا عن شعورك النهارده، يمكن المباراه النهارده كانت عصيبه، لكن كان كلكم ثقه بفوز النادي الاهلي. والله طبعا كان كلنا ثقه بفوز النادي الاهلي، المباراه كانت عصيبه جدا. بحب اشكر لعيبه الاهلي، لعيب الارهاق باين عليهم جدا، الظروف لو غير الظروف الاهلي يكسب السكور الماتش ده، بس بقول الحمد لله اللعيبه تعبت وربنا وقف معانا وكلل مجهودنا، ويا رب السوبر المصري وافريقي باذن الله يا رب. اعتقد من حقكم تفرحوا، دوري، دور ابطال افريقيا وكاس، اعتقد من حقكم تفرحوا كجمهور النادي الاهلي. اي حاجه، دي البطوله الثانيه للمؤمن زكريا، تمام، وكل الناس وكل الاهلاويه وكل مصر تدعي المؤمن زكريا، تمام، ودايما الاهلي مفرح مصر كلها، واهلي اهلي اهلي, أهلي.
يعني اعتقد مباراه رائعه النهارده وكان فرحتكم لا توصف النهارده بالفوز. طبعا بعد ما حققنا بطولتين في اسبوع واحد وان شاء الله السوبر الافريقي والسوبر المصري ان شاء الله ان شاء الله. كلمني بقى عن شعوركم في المباراه النهارده واتفرجتوا عليها ازاي؟ طبعا كنت فرحان ان الاهلي كسب وكنت واثق من نفسي ان الاهلي هيكسب ان شاء الله وعبال السوبر الافريقي والسوبر المصري ان شاء الله. شفتوا المباراه ازاي النهارده؟ هو لما الجون الاول دخل كنا مبسوطين ومش عارف ايه، بس لما الجون الثاني دخل بقى وبدات الاعصاب وكنا قاعدين على اعصابنا. لما ضربه الجزاء الاخيره ضاعت كنا قاعدين على اعصابنا، بس الحمد لله الشناوي هو رجل المباراه وهو اللي كسبنا الحمد لله. كابتن ايمن ده يمكن كان جزء من فرح جمهور النادي الاهلي هنا واعضائه داخل المقر مدينه نصر، اعتقد فرحه كبيره وجمهور النادي الاهلي من حقه يفرح بالثلاثيه وفرقته وتحقيق اكثر من لقب البطوله ده، ويا رب دايما النادي الاهلي في افراح. الكلمه ليك كابتن ايمن. كابتن علاء نخش بقى على حصاد الموسم كده، الموسم انتهى لان السوبر المصري هيتعمل بين الدورين الاول والثاني الموسم الجديد ان شاء الله. عايزين نعرف نجوم الموسم السنه، وفي الاخر خالص هنختار نجم الموسم. نجوم الموسم السنه دي هختارهم الشناوي. لو اخترت نجم الموسم الشناوي، احسن لعيب في مصر الشناوي مش في النادي الاهلي، في مصر هو الشناوي السنه دي. موسم ممتاز رائع وبقى له فتره على كده، وكنا بنتكلم عن الشناوي في الاستوديو احنا في الفاصل ان الشناوي ما كانش كده صح، وده يحسب له على فكره. طبعا يحسب له، يحسب لكل المدربين يشتغل معاهم، لكن يحسب له هو اكتر صح. هو اشتغل على نفسه كتير جدا جدا جدا. الشناوي ايمن انا كنت جايبه من حمول، كنت جايبه يلعب معايا في الناشئين في النادي الاهلي قبل ما يلعب في النادي الاهلي وقبل ما يروح بتروجيت ويرجع تاني ياخد اللفه دي. لا هو اتغير تماما، وفي ميزه كويسه جدا ان هو الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها والحاجه اللي مزروعه جوانا، هو عارف قيمه النادي الاهلي وقيمه النعمه اللي ربنا مديها له، عشان كده محافظ عليها قوي. ايوه ودايما خايف انها تروح منه. طول ما انت محافظ على النعمه وبتشتغل ان هي دايما تبقى معاك وتزيد، ربنا يكرمك فوق ما تتخيل غير ما تفتري على المكان اللي انت فيها. لكن هو عارف دي، هو عارف ان هو كان بادئ ولا حاجه، بدا فجاه بقى النادي الاهلي اشتغل بقى نمره واحد في النادي الاهلي نمره واحد في مصر، والناس كلها بتقول ان الشناوي له دور كبير في بطولات النادي الاهلي. الحاجات دي كلها اي واحد يعني مش قوي ممكن شويه يهدى شويه، يكسل يقول بقى انا وصلت انا عملت لعبت كاس عالم، فيهدى شويه، شويه دلع شويه عدم اهتمام. لكن الشناوي لا، الشناوي كل ما ربنا بيديله بيجتهد اكتر ان هو لسه ما عملتش حاجه انا عايز اكتر. فهو ده الشناوي، هي دي نوعيه اللي الواحد بيتمناها، دي نوعيه لعيبه النادي الاهلي اللي هو دايما عارف هو فين، بيحافظ على المكان اللي فيه، مخلص قوي المكان اللي فيه، وعارف ان ربنا مديله نعمه فبيحافظ عليها قوي وبيشتغل على نفسه كويس قوي قوي قوي. عشان كده ربنا مديله ما شاء الله في كل حاجه. على فكره لو سالت اي حد في الشارع دلوقتي، اي حد ليه في الكوره مش في الكوره لك الشناوي، حتى لو على السمع مظبوط. دي ايمن ما بيجيش من فراغ، احنا كلنا مرينا بالظروف دي وكلنا عارفين عن ايه انك تتعب قوي فربنا بيديك على قد تعبك. ده لا، الشناوي تعب قوي 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 ولسه بيتعب اكتر وبيحاول اكتر وعايز يوصل اكتر من كده. فانا من وجهه نظري نجم الموسم كله في كل على كل الانديه محمد الشناوي. طيب مين يجي معاه؟ يعني انا كنت عايز اسالك في، طبعا احنا مش هنحلل الفني خالص، ولكن كنت عايز اسالك في النص على ان دكه النادي الاهلي بتتاثر جامد جدا بغياب وليد. كنا نتكلم عليها في المباراه دي. وليد طبعا ربنا يشفيه رب يا رب ان شاء الله يا رب يشفيه من الكورونا. لكن وليد ورقه مهمه جدا 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 لو بدا او على دكه البدلاء. صحيح. عندك انت ضامن في ورقه معاك بره، لما هينزل اي وقت هتحس بتغيير، تغيير في 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 شكل الفريق، في روح الفريق. هو اساسا من نوعيه اللعيبه الغلاويه، بس غلاوي ايجابي، مش مؤذي، مش سلبي. ايوه. بيحب المكسب، بيحب النادي الاهلي يكسب، بيحب نفسه قوي، مش عايز يبقى وحش. ده وليد من زمان هو كده، من ايام ما كان بيلعب في بتروجيت ولما جبناه النادي الاهلي كان دايما وليد كده. كنا دايما تحت يعني كنا شايفينه عشان تحس ان هو نوعيه لعيبه النادي الاهلي، غيور جدا 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 على فرقته، بغير على نفسه قوي. عشان كده وليد ورقه رابحه دايما معاك. احنا جبناه من انبي. جنبي بس كان بدايته كان بدايته. ايوه كويس. لكن عارف ان هو كان الاول في الحرس. انا عارف والله. يا سبحان الله، يعني شوف البدايه فين وبعدين دلوقتي هو موجود فين. لكن وليد طبعا من الاوراق المهمه جدا، حتى لو ما كانش بيبدا اساس لكن دايما مهم. هخش على واحد تاني، معلول.
صحيح. ممتاز الموسم ده وورقة مهمة جدا 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 عندك في في في, في الناحية الشمال، مفتاح لاعب لما ما بيغيب بتتأثر من غير ما نلف ودور، بتتأثر بغياب علي معلول، لعيب خبرة كبيرة جدا، لعيب مؤثر قوي عندك. دايما اي مدير فني بيجي بكتشف ان معلول لا، ناحية الشمال دي معلول بيعمل له شغل كتير جدا جدا جدا، عدم وجوده بيأثر عليه في الناحية الهجومية. ودلوقتي كل الفرق عامل حساب ان النادي الاهلي نادرا لما تلاقي ايمن فريق يعمل حساب لحد ما باك من الاطراف، مظبوط، يعني ما تلاقيهاش كتير دي. صحيح. لكن معلول لا، كل الفرق عارفه ان انا هلعب على معلول، مش هلعب على اللي قدام معلول. صح. لا انا هلعب على معلول. عشان كده معلول الموسم ده ممتاز. عمرو السوليه المجمل طول الموسم عامل موسم ممتاز، عمرو السوليه وفي الزياده دايما وبيحاول يزود نفسه. وعمرو السوليه تحس ان اللعيبه ما تحسش بيه ايمن، من ادم محترم جدا، مؤدب جدا، هادي جدا، عايز يلعب كوره بس. وده سر من الاسرار انك تبقى دايما محافظ انك عايز تلعب كوره بس، تركز في كورتك بس من غير مشاكل. يعني عمرو السوليه عمرك ما سمعت له مشكله خالص في النادي الاهلي. صح. عمرك ما سمعت عنه حاجه خالص، لكن في الملعب وجوده مهم. من الوقت عمرو لما جه ما كانش لسه عمرو السوليه، لكن مع الوقت بقى من العناصر الاساسيه النفس زيه زي معلول، ما تقدرش تستغنى عن عمرو السوليه في نص الملعب. أي. لازم وجود عندك في نص الملعب. اللي ظهر في نهايه الموسم ومتاثرت بغيابه ديانج. صح. ديانج برضو لما جه خد فتره حد ما تاقلم، بس هي حته تاقلم لان عقبال ما جه النادي الاهلي وكده، لكن مع الوقت اكتشفت ان انت جبت صفقه رابحه. دي من الصفقات الرابحه بقى. أي. ده يلعب معاك في النادي الاهلي لو فكرت ان هو عايز يروح احتراف في اوروبا ولا حاجه، وده هيجي ممكن تستفاد منه كويس جدا. لكن هو السنه دي بصراحه امتياز. في اخر المباريات اللي بقى اللي بيفرق معاك محمد مجدي. بص تحركات عمرو السوليه، لا 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 عمرو يعني بيفرق معاك قوي، بيفرق معاك قوي في نص الملعب. أي. وتحس ان هو بقى ليه تقل في نص الملعب. يعني هو ديانج الاثنين تقال قوي، حمدي فتحي بس حمدي يمكن اصاباته اخرته شويه، لكن الاثنين دول صعب قوي تستغنى عنهم. قفشه فرق معاك في الاخر، في الاخر ما لسه كنت بقول لك الورقه الرابحه في اخر مباراه محمد مجدي. بص محمد مجدي اعيد اكتشافه مع موسيماني. مظبوط. اعيد اكتشافه. صح. لان في اخر فتره مع فايلر وكنا دايما يعني بننتقد بس بهدوء حته ان محمد مجدي مغير مكانه. لكن محمد مجدي مع خدوم موسيماني لا، اتغير شكله، اتغير مكانه، اتغير مهماته. تحس ان الراجل بيلعب ذهنه كده يعني فاضي خالص، عايز يلعب كره يمتع نفسه. ومن العماله من اخطر حاجه ده معلول، ده الجنبه دي يعني اي فريق بيلعب النادي الاهلي يا ايمن اول حاجه بيتكلم عنها يا جماعه لازم نتخيل من معلول. تخيل انت. صحيح. معلول وصل لايه. صحيح. يعني ودي قيمه وقدره معلول في الجانب الايس. يمكن دول انا شايف اكتر ناس فارقين مع النادي الاهلي. يمكن حد بقى اتفضل كمل يعني. الحقيقه انت غطيت كل اللعيبه الممتازه اللي كانوا موجودين الموسم ده، والملعب بيثبت لك، خدت بالك، احقيه معلول واحقيه الشناوي وسوليه والغائب الحاضر وليد سليمان. الحقيقه ونفس الكلام مش هنقدر، انا مش هقدر اضيف معانا على الشاشه اكتر ارقام عمرو السوليه كابتن شريف. لا الحقيقه علاء في النهائي النهارده علاء اتكلم بنظره واسعه جدا للحقيقه اللي كانت موجوده في ملعب النادي الاهلي. ف دائما وابدا معلول، دائما وابدا الشناوي كان سبورت للعيب كلها، اللعيبه كلها الحقيقه. سوليه محافظ على موقعه، ديانج محافظ على، بس انا عايز اقول لك حاجه كابتن، حته سوليه برضو ديانج علاء اللي اتكلم فيها. ادى سوليه حريه كمان، ان انا اشوفه بيصوب وبيجيب اجوال عالميه، مش اجوال سهله كمان. جميع وليد سليمان كان في مرحله بيجيب لك اجوال في وقت هداف فريقك يا شريف. يعني هداف الفرقه، يعني كان بيعمل احداثيات جديده في الكوره مع نفس السن، مع كبر السن، مع شيء بيبقى احسن واحد في الملعب. فدي قصه مش بس سهله، مش غريبه لما يكون النادي الاهلي دايما هو اللي بيبدا بالهجوم، واللي هو المستحوذ على الكوره، وهو اللي راكب الجيم معظم المباريات. المفروض لا مش المفروض، يعني هو المفروض والواقع. انت بتتعرض لحاجات كتير كويس. ويبقى محمد الشناوي هو نجم الموسم. لا ما هو محمد الشناوي مش مساله ان هو نجم المباراه، لا نجم الموسم. نجم المباراه اللي بتطلعه للمباراه اللي بعدها، اللي بتطلعه
ان هو بيديك الامن والامان اللي انت بتشوفه يعني. اي كره بتروح عرضيات بيجيبها، ضربات جزاء بيصدها، موجه وقائد في الملعب زي الناس، حتى الجماهير ابتدت تقول عليه قائد وبيتكلم ان النادي الاهلي ده نادي كبير بنجومه. الراجل بيديك كل حاجه. احنا اهم حاجه عندنا الزيارات اللي بتحصل اللي انت بتتكلم عنها انها كتير جوه ال 18 بتاع الاهلي. هي. لا مش هم خلاص الكره اتغيرت خالص بالشكل اللي انت مش هتلاقي ان مفيش هجوم عليك، لا انت هتلاقي هجوم عليك، ده بيتغير لك الاثنين الديفندر بتوعك كل ماتش. هو المهم يا كابتن شريف لما يجي عليك حاجه تلاقي واحد هو اللي شايل الامن والامان بتاعك. انا مره من هو بس ما فهمنيش صح مع الشناوي، انا بلعب في فرقه شمس وهو واقف جول ورا، فمن جمال الشناوي انه بيطلع لغايه الاطراف ويسد ناحيه الباك ليفت وناحيه الباك رايت وياخد الكوره ويعمل هجمه مرتده. فبقول له يا شناوي انت ايه هتقف جون وتلعب باك ليفت كمان؟ بس هو ما خدش باله ان انا عايز اقول له انت من ادائك بتتحرك في المنطقه كلها، يعني بتغطي الباك ليفت وبتغطي الباك رايت وبتغطي المنطقه الجزاء بتاعتك كلها. هي ارقامه كمان معانا على الشاشه محمد. ارقامه ايه ولعب؟ هو بيعمل اهداف على فكره، كاس العالم بيعمل اسيست، كاس العالم النهارده السنه دي عامل جولين تقريبا. يعني انا عايز اقول كاس العالم كمان الماتش بتاع اوروجواي كويس، راجل يعني لولا الباد لك اللي في اخر ثانيه ده أيه. وخد نجم المباراه أيه. فالراجل مش احنا اللي بنديله التشخيص او بنديله انا عايز اقول لك ايه زي ما انت بتقول الحصاد، يعني الحصاد بتاعه تقييمه مش احنا بس اللي بنقيم ده. هو الراجل الحقيقه اذا كان بيتكلموا على ديانج والكلام ده، فالراجل ده برضه ممكن يكون ليه مستقبل كبير قوي في اي حته في العالم يعني الحقيقه. فبنقول له مبروك، ومبروك لينا ان عندنا لعيبه زي دي. وديانج انا مع علاء كل ما اجي علاء وهو بيتكلم اجي اقول اسم علاء بيقوله الحمد لله. سولية مش السنه دي بس الحقيقه، فارض نفسه في كل السنين، فارض نفسه مع كل المدربين. ففي مدربين لعيبه من اللعيبه الموجوده في بتاعه تلاقيها فارضه نفسها على اي حد، على موسيماني، على فايلر، على اي حد كان موجود قبل كده، حتى عدم توفيق مروان محسن، انما بيفرض اداؤه وبيفرض مجهوده مع مدربين كتير. توفيقه بقى في احراز الاهداف وكمان كان يبقى ليه شأن تاني خالص. فكل لاعب في الملعب بيبقى له بصمه، كل لاعب موجود، بس الحته الوحيده اللي بتاذي اللعيبه كلها وبتاذينا احنا كلنا الاصابات. الاصابات دي هي اللي بتخلينا ما اللعيب ما بيلحقش. محمد محمود يا عيني يجي ما يلحقش يديلك في الكيرف بتاع كريم نيدفيد يعلى قوي ويبقى ليه مكانه والاصابات من يعني تحرمه من التقدم. محمد محمود حمدي فتحي كمان، وحمدي فتحي يروح ويرجع لك بعد 6 اشهر ونبتدي نحاسبه، ايه حمدي النهارده انت مش كويس؟ لا ليه؟ اللي عند الباك جراوند بتاعه لعيب تقيل، لعيب كبير، لما ديانج ما بقاش موجود بيغطي يشوف المنطقه دي ويكسبك الماتش بتاع اتحاد اسكندريه، وقبلها كان ماتش الزمالك كان ممكن يخلص المباراه. يعني لعيبه فيها مميزات، لعيبه فيها تيشيرت الاهلي اللي انت احنا ساعات نيجي نقول لك ايه؟ اللعيب ده مش تيشيرت النادي الاهلي، فاهم ازاي؟ اللعيب ده كبير عليه. يعني النادي الاهلي حاجه ثانيه، التيشيرت والروح والكلام ده لما بتتوسم في اي لاعب الحقيقه بتبقى على غرار علي معلول، على شناوي، على وليد سليمان، على السوليه، على حمدي فتحي، على قفشه، على حسين شحات، على كل الناس دي بقى لها ادوار معينه في وقت من الاوقات في الموسم تقدر تقول انهم كلهم نجوم الحقيقه. يعني ما تجيش على لعيب يجيب لي 12 نقطه في في السنه واجي اقول ان هو ما كانش نجم عندي او صحيح. هو الاصابه بعدته او اي حاجه. اللعيبه كلها ما شاء الله احنا بنشكرها السنه دي بالذات يعني على التحمل اللي حصل. ايوه وانتوا زي ما اتفضلتوا وقلتوا الكورونا هدت العالم او هزت العالم في جميع الاشياء مش في الرياضه بس. مظبوط. فجود لك ان شاء الله ويكملوا على كده ويبعد عنهم شر الاصابات كلهم. يا رب ان شاء الله يا كابتن اسامه. نفس طول عمر لعيبه النادي الاهلي نجوم، ولكن احنا بنتكلم عن افضل النجوم الموسم ده. طبيعي. بص زي ما الكباتن اتكلموا ناس كتير ادت بشكل كويس، ولكن انا عامه في تقييم الموسم سواء بالنسبه للنادي الاهلي او مصر في الاختيارات رقم واحد لابد من التقييم يجي على ناس لعبت اكتر من 75% من المباريات. يعني ما يجيش انا بستغرب كتير جدا في بعض الجوائز اللي بتحصل في مصر تلاقي واحد لعب 5-6 ماتشات ومديله احسن مثلا ظهير ايمن في مصر، احسن مهاجم في مصر. ده موضوع غريب جدا. مبدئيا عشان اجي اقول احسن ناس في الموسم لازم يكون لعب فوق ال 75% من المباريات، لازم يبقى له تاثيره طول الموسم واضح.
يعني بنلعب 34 ماتش في الدوري، كل لعب مثلا منهم 29 28 ماتش. هتقيمه ازاي يا اسامه؟ لا يعني انا ايوه انا متفق معاك يعني عدد مشاته قليل قوي. انت بتقيم لعيب في 5 ماتشات ده بيحصل والله على انا عارف على فكره يعني في ناس خدت جوائز تقول لك ايه ده احسن مثلا جناح في مصر مثلا وهو لعب مثلا ماتشين عملهم كويس في الاخر وهو طول السنه ما بيلعبش مثلا. فدي اول نقطه. فمبدئيا انا متفق مع علاء وشريف على الاسامي اللي هم قالوها. رقم واحد الشناوي اكتر واحد بيلعب واكتر واحد مستواه ثابت سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، فده في مكانه بعيده رقم واحد. أيوة. ليه؟ حتى انت الجماهير اللي كانت بتتكلم في الـ في الـ في الفاصل اللي فات كلهم قالوا الشناوي. أيوة. حتى البنات الستات اللي يعني المفروض ان الرجاله بيبقوا ليهم في الكوره اكتر. الاثنين ستات جم او سيدات جم قالوا مين نجم واحده قالت لك ده مش نجم المباراه ده نجم الموسم كمان، ودي حقيقه. الشناوي اثبت اداء في مصر طول السنه دي فهو رقم واحد. برضو متفق مع علاء وشريف نفس الاسامي. معلول والسوليه من اكتر الناس اللي لعبوا في النادي الاهلي ومن اكتر الناس اللي اثروا. انا بتكلم من بدايه الدوري وافريقيا ولغايه دلوقتي، يعني في معظم بيجي لهم بعد المباريات يتهزوا فيها. فدول اول ثلاثة يعني اكتر ناس، من اكتر ناس شاركوا، من اكتر ناس كان لهم تأثير. في بقى بعد كده ناس يجوا في ترتيب تاني بس كانوا مؤثرين زي مجدي قفشة طبعا. فانا متفق من نفس الاسامي. اليوديانج ادى بشكل كويس، في ناس كتير ادت بشكل كويس في المباراة. محمد هاني ادى بشكل كويس، ففي ناس ادت بشكل كويس، بس اول ثلاثة هو فعلا الشناوي، علي معلول، السولية. وليد سليمان يعتبر ليه جايزه خاصه لانه خلي بالك في كمان لعيب من ضمن اللعيبه برضو احنا نسيناهم، ايمن اشرف. طبعا ادى بشكل كويس برضو. لا ما انا بقول احنا ومعظم المدربين بيلعبوه. لا احنا 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 ما بنتكلمش، بقول لك في ناس كتيره ادوا بشكل كويس، بس انت سالتنا على لو هتدي النجوم. افضل ناس مثلا لو هتختار واحد او اثنين او ثلاثه طوال الموسم فدول اقرب ثلاثه. لكن ايمن اشرف طبعا ادى ماتشات كتير بشكل كويس، وناس كتير هاني ادى بشكل كويس، في ناس في طبعا ديانج وقفش ادوا بشكل كويس. وليد سليمان له جائزه خاصه، يعني انت كده بتيجي تكرم واحد كده لانه اكتر لعيب كان مؤثر في ماتشات النادي الاهلي محتاجه فيها، لانه هو ما كانش بيلعب بصوره اساسيه دايما، ولكنه في اي وقت كان بينزل فيه كان مؤثر جدا جدا في اداء النادي الاهلي. والدليل على كده انه من اقل الناس لعبوا، انا بتكلم على ومع ذلك هو هداف النادي الاهلي. مظبوط. فطبعا وليد كان مؤثر جدا. فلكن نفس العلاء لما كان بيقول كل اسم او شريف هم تقريبا اللي الواحد يعني شايف ان هم عمرك ما سمعت لهم اللعيبه دي مشاكل او لعيب يعني ما بحسش بيه الحقيقه، لا عنده مشكلة ولا عنده أي حاجة وبيركز، وده مع لعيبة مركزة في الحكاية كلها، لعيبة جاية بتلعب بالتيشيرت الأحمر عارفة مقدار المسؤولية اللي هي مطلوبة منهم. يعني شالها حلو قوي البينالتي دي ما شاء الله. الشناوي يعني هو الشناوي النهاردة مثلا رغم الأولانية كمان رغم مثلا الجون الأولاني بتاع ناصر منسي ممكن يكون يعني كانت ممكن تطلع، بس هي قريبه شويه بس كانت ممكن تطلع، لكنه في النهايه بالزبط. في النهايه في ضربات الجزاء كان يعني من الناس اللي رجحت كفه النادي الاهلي. صد واحده وفي واحده جت في ايده ودخلت، وفي واحده راح عليها وضربت في القائم، كان مؤثر جدا في ضربات الجزاء وما تهزش طول الماتش ما تهزش يعني. ولذلك برضو حتى النهارده هو يعتبر نجم اللقاء او سبب الرئيسي في الكوره. اسامه بالك الشناوي تقل في الكوره قوي ايمن بالخبرات اللي خدها مع النادي الاهلي مع المنتخب زي ما كان بيتكلم كابتن شريف. لا تقل بقى حارس مرمى انت حاسس ان انت في امان. ده الجول الاول بتاعنا ده مش كده؟ ايمن اشرف عملها كتير قوي ايمن اشرف في ودايما كان بيعملها بالزبط. مروان على الجول فاكر ايوه جونين عملهم أيوة كده بالزبط. هي دي على فكره دي مش لعبه موقف، دي متفق عليها اكيد أيوة. كره طويله
الاسيست هايل مروان اللي شايف جدا كهربا كمان خدها كويس وعملها بشماله حلو قوي. كهربا لما خدها ده وسع نفسه هو الاول ايمن يعني بعد عن الاثنين مثلا فتح الزاويه لنفسه هو بيوسع لنفسه وشاطه طبعا هدف حلو قوي أوي. لكن نرجع لل بس البدايه من ايمن اشرف ايوه عملها كتير على فكره أوي. أوي. يعني لو جبت كده ملخص تلاقي عملها كتير جدا مره الهاني ومره عملها يعني مروان محسن يعني هو اول ما استلم رفع عينه على مروان اتعملت حلوه قوي ضارب نص الملعب كله بتاع طلائع الجيش ويعني الموقف الدفاعي ده طبعا 4-3 في طلائع الجيش لكن مفيش حد ماسك حد ماسك الثلاثه الميزه الثلاثه الاحمر اذا كان مروان وكان تقريبا حسين او مجدي بيجروا وشهم والتحرك اللي عمله الكهرباء راقي جدا وراجل عارف هو رايح فين حلو جول هدف حلو يعني عايز اقول لك حاجه في اللقطه دي خلينا اللقطه دي برده شويه لا اثبتها ثبتها ايوه لو سمحت ثبتها وهي الكره بتتلعب من ايمن اشرف عايز اقول ان جول بس فضل. ايوه بس كده انا عايز اسال في حاجه بس يعني اتكلم يا كابتن احنا بنتكلم على فكر بعض المدربين في المنطقه دي يمسك مان ولا يلعب على زون في كره إيه انا كمدير فني بتكلم على ايه سيركات يعني لا ايوه بتكلم على فريق طلائع لا كابتن دي كره متحركه مش كره ثابته كويس تمام ماشي انا قدام الشخص ده العب عليه مان اولا هو الجاريه بتاعت اللعيبه كلها الثلاثه اللي هم هناك دول بيجروا بظهرهم للكوره دي طبعا دي غريبه ماشي لما بيجروا ظهرهم للكوره دي غريبه المفروض ان ده السيرد باك الفير والسترايكر يبقى في صدر مواجه بالظبط كده الجاريه دي يعني كانك فورور بتجري على جولك بالظبط انت كده بتجري على جولك انت كده بتدي مساحه ان انت يعني الكره هتتلعب كده هتتلعب وراك انت بتدي مساحه للناس ان هي انت بتجيب الناس معاك ان انت بالظبط فاهم فطبعا التحرك هو كل اللعبه دي كلها كابتن في تحرك كهربا زي ما الكابتن علاء قال تحرك كهربا والترن اللي عمله تمام حتى لو جيت تبص الراجل اللي الناحيه دي اللي هو الباك رايت ده مش ماسك كهربا شوف كهربا الترن اللي عمله ده لا انا عايز بص يا كابتن هاني انا قصدي ايه انت رجعها يعني انا رجعها تاني ايمن كده نرجح ممكن نرجعها تاني سليم بعد اذنك هقول لك رايي في الموضوع هقول لك انا ليه انا بقول كده بص يا ايمن هو هنا هنا بص مروان محسن هيعمل ايه مفيش حد معاه خالص بص يا ايمن هنا في دي مفروض الطبيعي تلعب زون اكتر ما تلعب مان تو مان هقول لك ليه ماشي. لان دي كره مش في منطقه خطره ملعوبه عرضيه مثلا واحد داخل على القائم الاولاني ولا الثاني عشان يجيب جون لكن لما هي تتعمل طويله كده من ايمن اشرف لمروان مروان مش هيجيب جون من هنا ماشي يا كابتن الغلطه ماشي بس مفيش حد اشترك مع مروان مش مشكله عارف مين اكتر واحد غلط في الكره دي الباك رايت اللي هو ايه بص اولا هو وقفته دلوقتي هو لو واخد مفروض وهي تتلعب طويله كده لو واخد خطوه اللي هو ناحيتنا ده واخد خطوه لجوه كده كان كهربا ما راحش في المساحه الفاضيه لكن هي الميزه انه كهربا استلم استلامه هو 3 ارباع الجول استلم كويس قوي وسع لنفسه بس لقى المساحه يا اسامه ما هو لقى المساحه هو الباك رايت ده اللي كان من الاول هو راح له هو بس ما متاخر كان من هو الاول القرار غلط يا اسامه آه. يعني لو رجعتها هو اخذ القرار ومروان بيلمس فخلاص هي كلها خطوه يعني لو رجعت اللعبه دي تاني اللي فرق في كل اللي احنا بنتكلم فيه ده كملها بص هيتحرك انت بص الباك رايت يا اسامه بص كمل 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 بص هيبدا يتحرك امتى هو بعد ما مروان يلمس خطوه واحده بس كملها بص ده رجع لقدام بص دي يا اسامه طلع لقدام ما هي دي خطوه بس خطوه مع المساحه دي مع الـ 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 المساحه اللي كهربا وسع لنفسه فرقت كبير قوي مع ان مبدئيا بس الوقفه الدفاعيه كعدد ممتاز 4-3 بس التوزيع بتاعتهم هي اللي غلط الباك رايت هو اكتر واحد غلط فيه هو هدف مميز طبعا كهربا الفرحه النهارده مميزه وعشان كده هنروح لزميلنا كريم احمد ولقاءات اخرى مع نجوم النادي الاهلي بجد تحية لك من جديد يا كابتن ايمن شوقي عمرو السوليه طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي صاحب بصمه وصاحب رؤيه وليه خبره كبيره جدا مع اللاعبين كلامه مؤثر وبيدي حافز كبير للاعيبه النادي الاهلي النهارده يمكن البطوله اتحسمت بركلات ترجيح لكن مجهود كبير جدا عمرو خلال الفتره اللي فاتت الثلاثيه دي ترجع للعيبه وللجهاز ومجلس الاداره كل الظروف اتهيأت والحمد لله ربنا كرمنا وحققنا البطوله الثالثه ان شاء الله الحمد لله طبعا يعني بشكر اللعيبه كلها طبعا على الاداء وعلى الروح واللعيبه كلها مركزه وان هي تعمل تاريخ لنفسها وللنادي الاهلي الحمد لله حققنا الثلاثيه وان شاء الله عندنا بطولتين كمان الشهر ده مش هنكتفي بالثلاثيه ان شاء الله نحقق البطولتين كمان يبقوا 5 بطولات وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه ونفضل ماشيين بطولات
جمهور النادي الاهلي طماع ولعيبه النادي الاهلي عندها طبعا ان احنا ناخد بطوله واثنين وثلاثه، عندنا السوبر افريقيا وعندنا السوبر المصري، الفتره اللي جايه بتمثلك ايه وهنشتغل ازاي عليها يا كابتن عمرو؟ لا طبعا يعني انت واخد ثلاث بطولات فانت ان شاء الله تدخل الموسم الجديد نفسيا اعلى من الناس كلها، اللعيبه كلها مستريحه، اللعيبه كلها فرحانه، ان شاء الله يعني تبقى دي بدايه لينا ان شاء الله ان احنا نحقق بطولات اكتر الفتره اللي جايه. رساله اخيره لكل جمهور النادي الاهلي اللي عنده ثقه كبيره جدا فيكم ومستني كتير منكم يا كابتن عمرو الفتره اللي جايه. بشكرهم طبعا على الدعم وعلى وقوفهم في ظهرنا طبعا على طول في الاوقات الوحشه قبل الاوقات الحلوه، هم يستحقوا الفرحه والحمد لله قدرنا نفرحهم ونفرحهم اكتر الفتره الجايه. مبارك من جديد لكل لاعبي النادي الاهلي، امر مهم جدا. كابتن ايمن اشرف كمان نحاول ان احنا نسجل ناخد منه كلمتين. كابتن ايمن وروكا، كابتن ايمن الثلاثيه ده مجهود كبير وكل مره ما بنتكلم على الثلاثيه لان احنا محقين دوري، محقين دوري ابطال افريقيا وكمان محقق بطوله كاس مصر، ده امر مهم جدا يحسب لكم ويرجع لكل لعيبه النادي الاهلي. الحمد لله طبعا بشكر ربنا طبعا على المكسب النهارده، بطوله غاليه طبعا غايبه عن النادي بقالها كتير برده، الحمد لله قدرنا ناخد البطوله، يعني ثلاث بطولات مهمين السنه دي وان شاء الله نحقق البطولتين الباقيين ان شاء الله. توفيق ربنا النهارده في ضربات الجزاء ده على كل اللعيبه وده امر مهم جدا، لكن في الاخر يا كابتن ايمن ادام الكاس دخل دولاب بطولات النادي الاهلي هي دي الفرحه وهو ده الهدف، شايف الفتره اللي جايه زي لسه عندنا بطولات كتيره، النادي الاهلي ما بيكتفيش بالبطولات يا كابتن ايمن. طبعا وارد طبعا ان اي حد يضيع ضربات جزاء، لكن المهم زي ما انت بتقول ان البطوله دخلت النادي، ده الاهم في الموضوع لان كلنا فرقه واحده وكلنا تيم واحد. يعني انا ضيعت وقفشه ضيع، لكن شلناه الحمد لله صد وقدرنا زي ما بقول لك احنا تيم واحد قدرنا الحمد لله ناخد البطوله في الاخر، لان احنا كلنا اجتهدنا وتعبنا الفتره الاخيره، كان في ضغط ماتشات في الفتره الاخيره، لكن الحمد لله اللعيبه كانت رجاله وعلى قد المسؤوليه الحمد لله. رساله اخيره لكل جمهور النادي الاهلي اللي مصر وعنده هدف كبير وعنده ثقه كبيره جدا فيكم ان الفتره الجايه تكون كلها من نصيب النادي الاهلي. طبعا يعني في الاول طبعا بشكرهم، بشكرهم على الدعم والمسانده الدايمه يعني في ظهرنا، وببارك لهم طبعا على الثلاث بطولات وان شاء الله بنقول لهم ان احنا هنقاتل على كل بطوله، الفرقه كلها يعني كل الاسماء اللي موجوده اللي بيلعب واللي ما لعبش واللي لسه هيلعب كلنا هنقاتل على كل بطوله وعشان نفرحكم ان شاء الله. مبروك لكل جمهور النادي الاهلي يا كابتن، كابتن حسين بس. حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم، والله الحمد لله طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم اللي ورانا الفتره دي كلها ورا اللعيبه كلها ودايما معانا، بنقول لهم مبروك كاس مصر ومبروك افريقيا من اسبوع فات، فبنقول لكم احنا ان شاء الله بنوعدكم من الفتره الجايه كلها بطولات باذن الله زي ما وعدناكم قبل كده كلنا، واحنا كلنا رجاله وان شاء الله دايما هنفرحكم باذن الله. نشكر زميلنا العزيز كريم احمد على التغطيه المميزه، ولسه مكملين فرحتنا مع اعضاء الاهلي في الشيخ زايد وزميلتنا سلا حامد، ومن بعده هنطلع فاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن نصر عباس. برحب بك يا كابتن ايمن وكل الضيوف الكرام في الاستوديو وكل مشاهدي في كل مكان، يعني من هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالشيخ زايد نايف هذه اللحظات اعضاء النادي الاهلي، تحب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي لعيب النادي الاهلي ولجهاز الفني؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الخطيب وبس، الحمد لله لعيبه على قد المسؤوليه، لعيبه على قد المسؤوليه وربنا كرمنا الحمد لله، وعبال ما نقسم لحظه البركان ان شاء الله، وسلام وسلام لمحمود الخطيب، محمود الخطيب سلام. بيبو 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 بيبو. تحب تقول ايه؟ تحب تقول ايه للاعيبي النادي الاهلي وجهاز الفني؟ بقول لهم متشكرين ومستنيين الخمس بطولات ان شاء الله، احنا ان شاء الله ابطال مصر في كل حاجه. تحب تقول ايه للاعيبي النادي الاهلي والجهاز الفني؟ بقول لهم الف الف مبروك وعملوا اللي عليهم وعقبال ان شاء الله السوبر يا رب ان شاء الله بالتوفيق. تحب تقول ايه للاعيبي النادي الاهلي والجهاز الفني؟ بقول للاعيبي النادي الاهلي ان هم لعيبه رجاله وادوا اللي عليهم والحمد لله التوفيق كان يعني مع النادي الاهلي النهارده وان شاء الله عقبال السوبر ان شاء الله الافريقي. ودايما بطولات الانديه. تحب شايفه مين نجم المباراه النهارده؟ والله انا شايفه ان كلهم نجوم النهارده، بالماتش كان صعب جدا جدا وكان فوز صعب، والنادي الاهلي كان مجهود جبار بالبطولات اللي اخدها، وانا بقول الف مبروك للنادي الاهلي اللي دايما مفرحنا ومدخل الباج على قلوبنا، والف مبروك للجماهير والف مبروك للكابتن بيبو حبيب الملايين، الف الف مبروك.
تحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني وشايف مين النهارده نجم المباراه؟ انا قبل ما اقول لعيبه النادي الاهلي انا عاوز اقول للكابتن الخطيب الف الف مبروك يا كابتن مصر، الف الف مبروك يا اسطوره، والف مبروك لكل مجلس الاداره، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، والف مبروك للاعيبه، والف مبروك للمدير الفني موسوماني، بطولتين في اسبوع، والف الف مبروك، الف 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 مبروك. شايف مين نجم المباراه النهارده ومين يعني اكتر حد ادى او اثر في اداء الفريق؟ علي معلول. الاهلي من غير علي معلول ليه شكل مختلف خالص. علي معلول بينزل بيغير في الفريق، بيغير في الكيان، بيحفز اللعيبه، بيعمل كل حاجه. كهربا نزل وشه حلو، سخن ونزل وعمل كل حاجه، سخن في النهائي برده جون جه، سخن في نصف النهائي جون جه، نزل وجاب الجون. فكهربا وشه حلو ابن النادي وربنا يخليه والقضيه ممكن. شايفة لعيبة النادي الأهلي النهاردة في المباراة الحالة البدنية والتركيز في الملعب، تحبي تقولي إيه لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني؟ لا الأهلي بصراحة لعب كويس ومجهود عمله عظيم وقضوا ماتش جميل جدا وفوز حلو قوي قوي وكلنا فرحنا والحمد لله إن هو خد ثلاث بطولات ورا بعض في موسم واحد. وقبل المباراة الأخيرة إن شاء الله هيعملها بجدية واحنا على طول متواجدين في النادي علشان بنشجع النادي الاهلي وبيبو، وربنا يديه الصحه ويخلي لي النادي الاهلي وكمان وكمان في الزياده باذن الله. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين وبنرحب بخبيرنا التحكيمي كابتن نصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن نصر. تحياتي لي كابتن ايمن وتحياتي للنجوم الكبار الكابتن شفيع عبد المنعم والكابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن هاني العجيزي. برحب ايضا بالجمهور الكبير، بنقول مبروك النادي الاهلي، اللاعبين والجهاز الفني والاداري، مبروك المجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب. الحقيقه طبعا حاجه جميله جدا جدا، هارد لاك لنادي الطلائع. الحاجه اللي انا عاوز اقول عليها كابتن ايمن بس في البدايه، الروح الكبيره والجميله ما بين اللاعبين داخل الملعب، الجهاز الفني والاداري ايضا، سواء قبل المباراه اثناء المباراه بعد المباراه، دي حاجه ممتازه يمكن كتير ما بيبصش ليها، ولكن احنا كتحكيم اعتقد ان الروح الكبيره ما بين اللاعبين داخل الملعب والجهاز الفني خارج الملعب دول بيساعدوا طاقم التحكيم كابتن هاني على الاداء في ظروف جميله، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف الروح ديت في كل مباراه اللي جايه النهارده. حاجه جميله من حي طبعا فريق طلائع الجيش، اللاعبين وجهاز فني واداري، ومن حي النادي الاهلي ايضا على المباراه الممتعه اللي الكل استمتع بيها سواء لعب او متعه او روح رياضيه ما بين الفريقين. عندنا النهارده طاقم التحكيم الحقيقه طبعا كل طاقم تحكيم لجنه الحكام عينت طاقم تحكيم دولي بقياده محمد الحنفي حكم المباراه. عندنا المساعد رقم واحد كان يوسف البساطي من منطقه دمياط، المساعد رقم واحد كان احمد حسام من القاهره، البساطي كان من دمياط، المساعد رقم اثنين صباحي كان حكم رابع، على الفار كان طارق مجدي وكان محمود عاشور. طاقم تحكيم بشكل عام بنقول ان هم نجحوا كابتن شريف النهارده ان هم يعدوا ويمروا بالمباراه باقل الاخطاء التحكيميه. وده يمكن النهارده كانت مباراه صعبه جدا بتندرج تحت درجه صعوبه عاليه، قدر النهارده طاقم التحكيم ان هو يمر بيها باقل الاخطاء، وبعتبر النهارده ان نجاح طاقم التحكيم ونجاح لجنه الحكام في النهائي. نشوف لو الحالات من خلال الحالات عندنا، يمكن انا لخصت الحالات يا كابتن شريف عشان خاطر الحالات كتيره جدا والمباراه كانت تكسر طايم. لخصنا الحالات دي ست حالات فقط، هنشوف اول حاله منهم. الحاله الاولى بنشوف هنا احمد حسام طه، ده الاوف سايد هنا طبعا، عندي يوسف البساطي. بنوريك ان ازاي يا كابتن، احنا قلنا ان التسلل لكابتن شريف هو هنا بيحتفظ بالقرار الحكم المساعد، وبعد انتهاء اللعبه بيدي القرار اللي هو كان خده لحظه اللعب اللي هي الاولى اللي هي كان فيها تسلل. لو احنا شفنا لحظه التمرير وموقف التسلل هنلاقي هنا اللاعب في موقف تسلل، وبالتالي هنا البساطي عمل ايه؟ عمل دليل للقرار، خلى اللعب يتواصل، في نهايه الهجمه خد القرار اللي هو كان هياخده ساعه اللعبه ما اتلعبت، ولكن هنا الفار كمان بيشيك قبل الهدف، وبالتالي هنا الفار اكد على قرار الحكم المساعد يوسف البساطي. بحيي يوسف البساطي ان هو النهارده كان مركز جدا 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 في هذه الحاله اللي هي الحاله كانت مهمه جدا، لحظه التمرير ولحظه الموقف. مش هنا احنا بنتكلم على الموقف اللي هو كان في اللعبه الاولى كابتن. من هنا نمشي كابتن سمير اللي هي هنا، هو هنا خد القرار اللي هنا كان في تسلل، وبالتالي بيحتفظ بالقرار بيستنى لحد ما اللعبه بتنتهي وبعدين بياخد القرار اللي خده. بحيي طبعا يوسف بساطي، وبالتالي هنا كان الحنفي موجود واشار على التسلل. نروح للحاله اللي بعد كده نشوف
هنا في اشاره من الحكم المساعد رقم واحد، نفس الشيء احمد حسام طه حكم منطقه القاهره، حكم دولي من حكام الكبار. هنا بنشوف ان لحظه التمرير لسه ما زال تمام. نشوف هنا نمشي، هو هنا ساب اللعبه تواصل كابتن ايمن وبالتالي اشار على تسلل والقرار هنا كان قرار صحيح. نمر للحاله الثالثه، حاله من الحالات المهمه على الرغم ان الحنفي كان قريب جدا جدا جدا. ودايما بنقول الحكم حاول انك انت تبقاش قريب قوي عشان ما تبقاش انت عامل كلوز يا كابتن ايمن، انت كنت حكم عارف، احيانا ما بشوفش تفاصيل. هنا انا شايف ان هنا كان في دخول بتهور على لاعب طلائع الجيش وكان يجب هنا اشهار البطاقه الصفراء، ولكن طبعا يمكن حنفك منه ضغط نفسه اول على اللعبه كابتن ايمن ما شافش التفاصيل، وبالتالي هنا بطاقه صفراء اعتقد ان هي كانت المفروض تكون موجوده في هذه الحاله. هنا شوف هنا اسلوب الدخول وطريقه الدخول، هنا كان يجب انذار اللاعب طلع الجيش. نمر نروح الحاله اللي بعد كده، نشوف الحاله اللي جايه. هنا الحنفي هنا طبعا اشهر بطاقه صفراء لعمرو السليم، هو هنا المخالفه كابتن ايمن، المخالفه ذات نفسها باهمال، ولكن هو ليه ادى الانذار؟ ليه؟ هنرجع كده من اللايف نرجع تاني ونشوف هل هنا تعطيل الهجوم الواعد ولا لا. احنا قلنا الانذار احيانا بيبقى بس، نرجع تاني لحظه كم مخالفه. لا نفتح الكادر شويه، نفتح الكادر في اللقطه الاولى، نفتح الكادر ونرجع تاني بعد اذنك، نرجع تاني بس. هنا كابتن، هنا كابتن ايمن، هنا الراجل ده لو عدى اللي لم ترتكب هذه المخالفه، الراجل لو عدى كابتن علاء عنده ايه؟ فطر. عنده امكانيه يعمل دريبل يروح يعدي، الدنيا واسعه، يعمل باص ناحيه اليمين، وبالتالي هنا بنقول عليه تعطيل للهجوم الواعد، وهنا هو اشهر البطاقه الصفراء للسوليه لتعطيل الهجوم وليس للمخالفه بتهور. بقى شد الحنفي هنا ويمكن كان عنده رؤيه في هذه الحاله، والانذار هنا انذار صحيح. نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف حاله من الحالات المهمه، اعتقد هي يمكن الحاله دي حاله مهمه جدا للحكم وللفار. شوف هنا كابتن، هنا الشد موجود يا كابتن علاء، ولكن الحكم ما شافش تمام، وخلى اللعبه تواصل، وبعدين بعد كده حصل في مخالفه ثانيه. هنا اللعيبه نادي الطلائع اعترضت على ان في لمسه يد، وهنا هقف بس هنا شويه بقى، لان هنا انا بقول طبقا لبروتوكول الفار ما كان يجب على الفار ان هو يسد الحكم. صح، ما كان يجب. صح. ليه؟ هو هنا الحكم اولا ما حسبش ركله جزاء. انا امتى اجيب الحكم؟ لما يبقى في هدف او ركله جزاء، هنا بالخطا كنت المفروض ان انا اجيب الحكم. طبقا للبروتوكول ما كان يجب على الفار ان هو يسد الحكم، كان لازم يقولوا له ان في فاول. خلاص، يعني هو انت بتعمل كونفيرم على ان هو ما حسبش حاجه. صح. اصلا يعني انت بتجيب الحكم لما بتيجي تغير قرار الحكم يا كابتن ايمن، وبالتالي هو هنا ما حسبش ركله جزاء، وبالتالي ما كان يجب انك انت تجيبه كفار. ولكن في حاجه مهمه جدا كابتن ايمن، لو احنا شفنا بقى الاعتراضات اللي هي كبيره من طلائع الجيش، الاعتراض هنا، هنا شوف الشد موجود هنا والمخالفه موجوده، وبالتالي هنا الحنفي راح للفار. الفار ما بيديش اخطاء، الفار ما بيديش اخطاء يا كابتن ايمن، هي بيدي ركله جزاء او بيكلمك على ركله جزاء او على هدف. هو هنا يمكن الفار حاول ان هو يعني يعمل ايه؟ تسويق للقرار يا كابتن ايمن، يعني في مثل هذه المرات الصعبه قوي 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 والحاسمه قوي قوي كاس مصر، وفي اعتراضات شديده جدا جدا من اللاعبين، احيانا يستدعي الحكم على اساس ان هو يعني ياخد القرار، بحيث ان هم كمان كانوا طالبوا الحكم ان هو يروح للفار، ولكن طبقا للبروتوكول ما كان يجب ان الحكم يروح للفار. اخر حاجه عندنا وهي حاله الطرد، وحاله برضك من الحالات المهمه، وهنا شوف ان الدخول هنا كان الحنفي هنا فكر تفكيرين يا كابتن علاء، يكمل ولا يفكر؟ ايوه، ودي حاجه بتبقى صعبه جدا للحكم على فكره. أيوة. انك انت تدي الادفانس وتروح. هنرجع بس من الحاله الاولى من اللايف بتاعها ونشوف. لا هنرجع الاول خالص من هنا، هنا ماشي ماشي، هنمشي 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 هنمشي، راحت هنا بستوب. هو هنا كان عنده قرارين، يخلي اللاعب يتواصل ويدي اتاحه الفرصه للاعب النادي الاهلي، يا يوقف ويدي البطاقه الثانيه. صح. هنا بيقول الحكام، ودي حاله تعليميه مهمه جدا جدا كابتن الشريف، انت النهارده ايهما افضل ليك كحكم؟
او ايهما افضل للفريق اللي تم ارتكاب ضد المخالفه، توقف وتدي بطاقه حمراء ولا تدي ادفانتج؟ هي اعتقد صعبه مش واضحه قوي. صح، هو هنا بعد ما كان فكر ان هو يدي ادفانتج وقف، وبالتالي هنا بطاقه حمراء. نقول للحكام طالما في بطاقه حمراء لابد انك انت توقف، وبالتالي هنا بنشوف الدخول وطريقه الدخول هنا تستوجب الانذار. اللاعب كان عنده انذار اللي هو احمد علاء، وهنا يستوجب البطاقه الحمراء، وكان قرار صحيح من يعني كابتن محمد. لو كان هو خلى مجدي قفشة يكمل وكان ممكن يرجع بعد كده يديله انذار تاني ممكن بقى. بس احنا بنقول يا كابتن ايه، الهجمه مش هي يا كابتن هاني مش هي مثلا راح يجيب جون مره واحده، مش ممكن يعني مش مؤثره قوي الهجمه. ويفضل بنقول الحكام انك انت صفر واحتسب المخالفه ودي البطاقه، ده كان الافضل. اعتقد الحنفي النهارده ادى مباراه جميله جدا مع البساطي، مع احمد حسام طه، مع الصباحي كان حكم رابع، الفار طارق مجدي وعاشور. تحيه طاقم التحكيم النهارده حقيقي، تحيه لجنه الحكام النهارده، عين طاقم التحكيم بالكامل قدر النهارده يخرج بالمباراه بشكل باقل اخطاء، ادى مردود تحكيم كويس. اتمنى طبعا ان احنا نشوف التحكيم في بدايه الدوري بنفس هذا المستوى. بقول تاني مره تانيه نقطه جميله جدا جدا النهارده ومهمه للتحكيم، ان الفريقين بيادوا بروح طيبه والجهاز الفني بروح طيبه، اعتقد بينعكس على اداء التحكيم النهارده. التحكيم بيلعب تحت امور مرتاحة، وبالتالي هنا ما كانش عنده أبدا ضغوط من اللاعبين ولا من الجهاز الفني. مبروك النادي الأهلي، ونتمنى التوفيق للكرة المصرية في الفترة اللي جاية. أمتعتنا كالعادة كابتن ناصر، وشك حلو علينا دايما كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي المتميز. وانتهى الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي النهاردة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 3-2 بركلات الترجيح. كل التوفيق للنادي الأهلي وعقبال السوبر الأفريقي إن شاء الله. ونشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، ألف شكر كابتن شريف، نورتنا. ألف شكر كابتن أيمن، وألف مبروك وعقبال اللي جاي إن شاء الله بإذن الله. كابتن علاء نورتنا، ألف شكر كابتن علاء. الله يخليك يا مبروك أيمن، مبروك على جميع النادي الأهلي ومجلس إدارته، وان شاء الله نبارك في السوبر الافريقي ان شاء الله يا رب باذن الله. كابتن اسامه، الف شكر كابتن اسامه، نورتنا. شكرا ليك والف مبروك، وان شاء الله السوبر الافريقي والسوبر المصري ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن هاني العجيزي، الف شكر كابتن هاني، نورتنا. الف مبروك يا كابتن، ومبروك لجماهير النادي الاهلي وكل شخص ينتمي للنادي الاهلي، وعقبال البطولات اللي جايه ان شاء الله كلها. وشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر. لكم مني اطيب المنى وأرق تحياتي.